الخير لكل مشاهدينا، واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الستات ما يعرفوش يكذبوا. احنا على الهواء مباشره، ورقم تليفوننا 23 23 لكل اصدقائنا. طبعا احنا بنعتذر ان احنا طالعين متاخر ربع ساعه، بس نظرا للمؤتمر الصحفي اللي كان مقام حاليا وكلنا كنا بنشاهده. مساء الخير لاميره، ومساء الخير لمنى. مساء الخير يا مفيده. مساء الخير ازيكم. مساء الخير مشاهدينا، وحلقه جديده ان شاء الله. الاربعاء احلى اخر يوم في الاسبوع. قصدك بكره وبعده اجازه؟ بكره وبعده اجازه حقيقي محتاجينها، محتاجين احنا نريح شويه كده وناخد بريك. طبعا انا عايزه اقول ان كلنا سمعنا عن اللي حصل امبارح في مستشفى الدمرداش. الزوج اللي علشان خاطر طليق او طليق اللي طليقته رفضت انها تقابله ومش عايزه تكلمه، طلع لها المستشفى وفي غرفة العناية المركزة فتح قنبلة وراح ضربها. وطبعا القنبلة دي كانت فيها غاز، عملت دخان وفيها قنبلة بدائية، حريق هائل. يعني القنبلة دي نتج عنها حريق هائل، وتم إخلاء المستشفى من الموظفين والعاملين، وصيب عدد كبير من الأشخاص بالاختناقات وست حالة من الذعر في المستشفى. على فكرة لكل مشاهدين عايز يعرف اسم الراجل ده، الراجل اسمه أستاذ أيمن صبري السيد محمد. وأيمن صبري السيد محمد ده عنده 40 سنة، وهو موظف في نفس المستشفى. اه كان موظف في نفس المستشفى. وطليقته بقى اسمها بسمة عبد الكريم عبد الله، وهي ممرضة بالمستشفى. اسمح اقول حاجة. قول حاجة. انا يعني بجد في حاجة في منتهى الغرابة. واحد عايز طليقته ترجع له. ما يقولهاش انا بحبك، ما يوديلهاش ورد، ما يوديلهاش هدية، ما يحاولش يحل المشاكل، يقول لها اذا ما رجعتيش هضربك بقنبله، هفجر لك يعني المستشفى او هفجر لك المستشفى. مش فاهمه، مش فاهمه العقليه. لا هقول لك حاجه، هي حاله من الحالات العنف الرهيب اللي احنا موجود حاليا عندنا في مجتمعنا. طبعا الحمد لله هي كانت قنبله بدائيه والاثار يعني طبعاً. شويه اختناقات وكل حاجه، لكن اين الامن بتاع المستشفى؟ الراجل ده ازاي دخل بالقنبله دي؟ هي دي قنبله في مستشفى. وبص واحنا بنقرا الخبر الحقيقه فريق الاعداد قال لنا ايه، الست دي كانت راحت تعمل محاضر لجوزها في طليقها، عملت هتعمل محاضر. احنا عندنا في موضوع المحاضر ده اسمحوا لي اقول لكم حاجه غريبه جدا. انا اروح اعمل محضر عدم تعرض اقول فلان هيموتني، فيقول لي طيب، اقول له طب ايه وبعدين، يقول لي خلاص هعمل لك محضر. طب هتجيبه؟ هجيبه. تعالى يا عم ما تموتهاش. طب لسه هيموتني؟ يقول لك اما يموتك هنبتدي ناخد اجراءاتنا. وقالت لهم ان بشك في قوة العقلية. يعني يكون معانا تليفون دلوقتي. محضر عدم التعرض ده اجراء مفرغ من مضمونه خالص. يعني معانا الدكتور عبد الفتاح رز، وهو مقرر اللجان الفرعيه بنقابه الاطباء. اهلا بحضرتك يا دكتور عبد الفتاح. اهلا يا فندم. اهلا. طبعا حضرتك سمعنا واحنا بنحكي الحكايه لكل مشاهدينا. اسمح لي يا دكتور، عايز اسال سؤال. مش النقابه هي المسؤوله عن تامين المستشفيات؟ لا، يعني النقابه هتبقى مسؤوله عن تامين المستشفيات ازاي؟ اللي مسؤول عن تامين المستشفيات هي وزاره الداخليه، وال يعني مؤثر في تامين المستشفيات هي الداخليه، واي تقصير في امن المستشفيات بيؤثر على حياه المرضى والاطباء. واحنا في الفتره اللي فاتت يعني كتير من اطبائنا اعضاء النقابه تعرضوا لاعتداءات يعني جسيمه جدا في ظل هذه الخروقات الامنيه والتقصير من وزاره الداخليه. طبيب الطعن بالسلاح الابيض في محافظه كفر الشيخ من مريض كان بيعالجه علشان اتاخر عليه في وقت الغيار. اطباء تاني في غرفه عمليات حصل عليهم اعتداء بالتهديد بالسلاح الناري داخل غرفة العمليات. فاحنا حضرتك المسؤول الأول والأخير عن اختراق الأمن في المستشفيات هي الداخلية. وحتى احنا كنقابة علمنا ان الداخلية بعتت للوزارة قالت لها علشان أأمن لك المستشفيات وفري لي انت الموارد. فواضح هنا ان فيه تقصير متعمد من الداخلية ان هي ما تقومش بدورها في الفترة الحالية بتوفير الأمن الكافي بالمستشفيات، بالرغم من ان هي أمنت حاجات كتير، وبالرغم إن هي بنشوفها منتشرة الآن في الشوارع والمناطق، يوقفوا الستات الغلابة يشوفوا الرخصة منتهية ومش حاطة الحزام وسايبين الناس تخش المستشفيات بسلاح أبيض
ده قنابل زي ما حضرتك بتقول. لا انا ضد، بس معلش مع احترامي لحضرتك انا عارف كويس قوي انا مش بدافع عن الداخليه، لكن انا متاكده منه ان الداخليه ما بتوقفش الستات الكبار في السن عشان تشوف لهم الرخصه. احنا شفنا قبل كده ان الداخليه لما بتعمل الكمين يا فندم بتعمل الكمين لمجموعه من الولاد الشباب اللي قاعدين في عربيه واحده، لكن انا متاكده وده كان من قبل كده كمان عمرهم ما بيقفوا ستات. انا شفته بنفسي. ممكن يبقى كل واحد شاف حادثه فرديه، ما نقدرش نطلق احكام عامه. على اي حال احنا بنشكر حضرتك ونتمنى ان وزاره الداخليه ووزاره الصحه ونقابه الاطباء كلهم يتكاتفوا لتامين الحمايه للمستشفيات، تامين الحمايه للمرضى وللاطباء وللمترددين عليهم. دي احنا عندنا احلام كتير نفسنا كلها تتحقق. عارفه انا ايه اللي مضايقني؟ شكرا يا فندم على التليفون. اللي مضايقني ان احنا ما بنبصش على المشكله ونحاول نحلها. دايما لازم نرمي كوره في حجر اي حد. بنرمي كوره، لا دي مش بتاعتي، انا مش انا المسؤول، ده فلان. كل واحد بيعلق. فلان يقول لك لا ده السبب اللي في بتاع ده علان. وارمي ارمي كل واحد جنبه ارمي. كل واحد بيرمي الجثه بعيد بالزبط. عن حجره عشان ما يبقاش هو المسؤول. طب انت كنقابه اطباء عندك اعضاء اطباء موجودين جوه المستشفيات. اوكي في كان في انفلات امني وفي تقصير امني الفتره اللي فاتت، بس احنا عندنا واقع. بس ده الواقع بيفتح ده ملف بيقول الامن يا اميره، يعني بالزبط. الامن بتاع المستشفى يعني مش بس الواقع بيقول ان انا عندي دكاتره جوه هتحميهم وهتحاول يعني هنحاول نوفر لهم حمايه وللمرضى. يعني انا اودي امي المستشفى ابص الاقي في قنبله اترمت في المستشفى لان راجل متخانق مع طليقته وموتها. خلي بالك يا اميره بس هو مستشفى زي الدمرداش، يعني مستشفى زي الدمرداش في موقعها يعني مستشفى عليها الرجل كتيره في الاحداث اللي احنا موجودين فيها وفي وسط القاهره. وانا لما سمعت خبر المستشفى ده قلت في لحظه كده هي المستشفى دي جنب الكاتدرائيه. ايوه بقى يا نهار اسود طبيعي جدا. ده عمل فردي ولا عمل مقصود ولا ايه؟ يعني انا لو انا يا جماعه ارجوكم لو انا كرئيس نقابه اول حاجه اعملها ايه؟ اول حاجه هروح يا جماعه من فضلكم احنا في الفتره دي عندنا حاله قلق، احنا عايزين نزود الامن على مستشفيات معينه 1 2 3. هو ده السؤال ويبقى السؤال كيف يتم تامين المستشفيات في ظل الظروف الراهنه. كل مستشفى بقى موجوده جنب اسم شرطه يعني كده يحاولوا يعملوا اتفاقيات ومستشفيات فيها مستشفيات بتامن بامن خاص يعني بحيث انه يبقى موفرين الامن للاطباء والجمهور والمرضى. صح ان شاء الله. النهارده عندنا ايه؟ النهارده حاولنا ان احنا نختار لكم موضوع اعتقد ان هو مهم جدا لينا، كلنا عايزين نعرف الموضوع ده جاي منين، بس كمان واحنا بنختار الموضوع اخترنا قدوه جوه الموضوع ده رائعه، اخترنا شخصيه هي امراه والغريب ان هي رئيسه او صح مش هي هي رئيسه هيئه النقل العام المهندسه منى مصطفى. احنا جايبين المهندسه منى مصطفى عشان تكون موجوده معانا النهارده في ستات ما عرفوش يكذبوا. اولا كمثل يقتدى به كامراه ماسكه واول سيده تتقلد المنصب ده وماسكه منصب مش سهل خالص هيئه النقل العام يا جماعه الاوتوبيسات عمري ما كنت متوقعه والدنيا والشوارع والجراشات والكل ده موضوع جديد بتقود العمل فيه وبتقود هذه المؤسسه المهندسه منى الله يكون في عونها ابتداء يعني. والله انا ما كنتش اعرف ان اللي ماسكه المنصب ده امراه، واول ما عرفت قلت اللي انت قلتيه بالظبط يا اميره، يعني ازاي يعني ربنا يكون في عونها واكيد هي شخصيتها شخصيه مختلفه انا احب ان انا اتعرف عليها. قبل ما نتعرف بتفاصيل عن الدكتور استاذه منى يعني عندنا خبرين زي مشابهين بالزبط. ليهم في خبرين جديدين يعني نجاح جديد يضاف لكل امراه مصريه، تم تعيين السيده غاده والي في منصب الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنميه خلفا لهاني سيف النصر، وتولت المحاسبه منيره غنيم مسؤوليه اداره هيئه مكتب الجهاز المركزي المحاسبات حتى تعيين رئيس جديد بعد انتهاء ولاية المستشار جودة المرض. طب عايز أقول حاجة في الجزئية دي عشان إحنا بعد ثورة 25 يناير كان في حوار مجتمعي وبالذات بين منظمات المجتمع النسوي والحقوقيين يعني حوالين أن المرأة المصرية همشت بعد الثورة. ربما يكون في تهميش سياسي بمعنى ما بيعينوش وزراء ما بيعينوش محافظين مش هيرشحوا عدد كبير هو في من تهميش ربما يكون تهميش في تهميش سياسي لكن على المستوى الوظيفي المهني واضح ان النساء قادمات عمالين يحققوا نجاحات صح. مختلفه ودي حاجه النهارده كل يعني. نجاح بينعكس في ان في سيده بتتبوأ منصب قيادي مرموق
لازم نحييهم كلهم ونقول للباقيين يلا شدوا حيلكم. يعني مش هتترشحوا في الانتخابات حاجة وحشة جايز، لكن اللي هتثبت كفاءة في عملها المهني واضح ان الطريق مفتوح والدنيا ماشية. طبعا النهاردة الاربع يعني الفقرة الفنية، يعني احنا اللي هنقدم يلا بسرعة عشان نلحق. لسه عندنا كلام كتير عن مهندسة منى مصطفى، لكن هيبقى الحوار مع عليها ان شاء الله معاها على الـ على الـ في الفقرة الرئيسية. جميلة مع ال في ال المهندسة تعكسنا شوية أستاذة سوية. معنا الهندسة المهندسة منى رئيسة هيئة النقل العام، هي ضيفتنا في الفقرة الرئيسية وهنودير طيب. معاها حوار حوالين الهيئة ومصالح الحوار معاها لما تيجي بعد كده. مفيدة نطت بينا على فقرة الصحافة الفنية، قولي يا منى انت بقى. فقرتين طبعا النهاردة الأربع، فقرة الصحافة الفنية مع مفيدة والناقد الفادي الأستاذ طارق الشناوي. وبعدين اخر حاجه خالص كالعاده يوم الاربع معانا الشيف محمود في فقره الستات ما بيعرفوش يطبخوا. لا ما بقوش بيعرفوش يطبخوا يا اميره، اسمها بيتعلموا يطبخوا مش طبعا. ماشيه لا يتعلموا يعني مش ماشيه ماشيه يتعلم. الستات ما بيعرفوش يطبخوا مع مفيده. بقى انا بعمل الشيف محمود المره دي عامل لك النهارده عكاوي عشان عارف انك انت هتحضري. ده مش انا اللي بحب العكاوي، ده الاستاذ عادل المحامي اللي معايا في المكتب هو اللي بيحب العكاوي. لا كريم العكاوي دي استاذ خير رمضان هو اللي وعدنا في افتتاح القناه ان انا هاجي اعمل لكم عكاوي. انا بتمنى ان لو هو بيتفرج علينا وهو متابع لينا جيد جدا، من فضلك يا استاذ خيري الحق انزل تعالى لنا عشان تلحق تدوق العكاوي. اه بتهيألي هيجي يدوقها. فدي اخر فقره الستات ما بيعرفوش يكذبوا والشيف محمود وفقره العكاوي. عايزه اقول حاجه بس عن امبارح، والله انا عايزه اهني لميس الاستاذه لميس يعني عن اللقاء اللي عملته مع السيده جيهان السادات، بجد رائع. والسيده جيهان السادات انا بحييها عشان كان نفسي امبارح اكلمها على التليفون اقول لها انت نموذج للست المكافحه المحترمه المهذبه وكل حاجه، يعني حقيقي كان رائع بجد. ايه رايك شفت انا شفته طبعا شفته وبهنيها على ان هي محافظه على وقارها وجمالها وشياكتها كامراه بسيطه مصريه، يعني ليها مش ليها زي ما الناس بتقول بدون الانحياز ليها هله يعني كده لما تطلع يبقى ليها هله كده ليها حضور. لا وقدوه جميله، قدوه جميله لكل ست بتشوفها كل ام كمان. هتبتدوا الحلقه ولا ايه؟ انا بفكر كل اصدقائنا ان احنا النهارده هنتناقش معاكم ومع ضيفتنا العزيزه عن مشاكل هيئه النقل العام. عندنا مشاكل كتيره جدا ما لها وما عليها، عشان كده حطينا لكم النهارده سؤال لكل اصدقائنا على الفيسبوك بيقولوا هتشوفوه دلوقتي حالا، كيف يمكن تطوير خدمات هيئه النقل العام؟ كيف يمكن تطوير خدمات النقل العام من وجهه نظرك؟ من وجهه نظرك قولوا لنا من وجهه نظركم ممكن ازاي نطورها، واحنا خلال اللقاء ان شاء الله هنحاول ان احنا ناخد من افكاركم ونعرضها على المهندسه منى مصطفى. بعد الفاصل هنلتقي مع المهندسه منى مصطفى. اول ما بنقول هيئه النقل العام على طول بيجي دماغنا في اتوبيسات عمال محصلين رجاله رجاله رجاله، يعني عمرنا ما بنفكر ان ممكن الموضوع يبقى فيه ستات. واول ما بنقول رئيس هيئه النقل العام بنقول ونفكر ودماغنا تيجي على طول في شكل الراجل ممكن يبقى عامل ازاي، زي بالظبط لما بنقول سواق اتوبيس عمرنا ما فكرنا ابدا ان ممكن سواق الاتوبيس ده ممكن تبقى واحده ست. لكن النهارده والمفاجاه ان رئيسه هيئه النقل العام، اسمحوا لي بقى انا غيرتها، رئيسة هيئة النقل العام بقت ست. معانا المهندسة منى مصطفى وهي أول رئيس لهيئة النقل العام في الستات ما عرفوش يكتبوا. أهلا بحضرتك نورتينا. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. أهلا يا باشمهندس. أهلا بيكم. أنا عايزة أقول حاجة. اتفضلي. أنا ما بحسش إن أنا رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام. أنا حاسة إن أنا أم أسرة هيئة النقل العام. ربنا يديك الصحة. جميل. الإدارة اللي فيها أمومة دي حاجة جديدة. احنا عندنا تقرير عن مدام منى. احنا محضرين لحضرتك وبرضه اتفرجي معانا كل المشاهدين، عندنا تقرير دلوقتي عن هيئه النقل العام. تعالوا نشوف الناس بتشوفها ازاي، هم نفسهم شايفين المكان اللي بيشتغلوا فيه عامل ازاي. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع مع حضرتكم. أرباع الشعب المصري مقضي نص حياته في المواصلات، وطبعا دي الغالبية المطحونة في كل حاجة. حضرتك تركب اتوبيسات بقالك كام سنة؟ يعني تقدري تقولي كده مثلا 20 سنة 35 سنة
مش كتير قوي يعني، من بعد فترات متباعده. بقى لي حوالي 20 سنه 25 سنه بركب اتوبيسات. بتاع 30 سنه. هيئه النقل العام بتحاول تطور في الاتوبيسات وتزود عددها. في ناس اصلا رافضه الفكره من الاساس، والناس المضطره لسه بتشتكي. تركب اتوبيسات نقل عام؟ لا، الاتوبيس بيبقى دايما زحمه، وبعدين كمان يعني ممكن ايه، ما بتحس ان فيه ما فيهوش امان. ممكن تبقي واقفه تلاقي واحد نشال واقف جنبك خد منك الحاجه اللي في الشنطه بتاعتك. المفروض الطبيعي يبقى الاوتوبيس الكراسي كلها مظبوطه، يكون في تكييف، تكون الدنيا هاديه عشان الواحد يبقى حاسس ان راكب حاجه كويسه ما يتبهدلش يعني. الاوتوبيس بالنسبه لحضرتك وسيله مواصلات مريحه ولا لا؟ والله بصي، يعني هي مساله مريحه ومش مريحه دي حسب الوقت. لا سيئه جدا. فيها اصلا بصفه عامه المرافق في مصر ما فيهاش اهتمام، مش نظيف. خيط النظافه دي ممنوعه لان كله زباله، ده في راكب بيبقى قاعد بيروح طبيب في الاتوبيس. والميني باص الصغير اللي تبع هيئه النقل، ما هو بقى زي ده بقى حاجه صعبه جدا يعني. ما هو برده ده بيتزحم بزحمه وهو صغير طبعا، وبياخد ساعات بياخد قد طاقته 3 4 مرات يعني. الكراسي مش مريحه خالص، وبعض ساعات الاتوبيس مكسر، الحديده اللي تركبي فيها وانت طالعه مش لاقياها. الاتوبيسات نفسها بتوصل في مواعيدها على حسب السواق بقى. بص تلاقي ممكن السواق يولع سجاره حشيش، والله زي ما بكلمك يشرب مخدرات. اه والله في وسط الاتوبيس علن كلم مش عاجبك انزل، زي ما يكون حضرتك ان هو ان انا شغال عنده. انا مثلا ببقى قاعد بيعدي عليا مثلا رقم اتوبيس معين 4 مرات ورا بعض او 5 مرات ورا بعض، والعربيه اللي مستنيها ما بيجيش الا بعد ساعه او 2 او 3 يعني. بعد ساعات بنقف بالساعات عشان يجي الاتوبيس وما بيجيش. قليله، قللوها قوي. مفيش حاجه في مصر بتفضل على حالها، كل شيء في بدايته بيبقى نظيف وجميل وريح، وبعد شوية حاله بيتشل. وإيه الفرق بين الأوتوبيس الأحمر والأخضر؟ والله فرق مش جامد قوي يعني، هو فرق إيه يعني عناية شوية. الأوتوبيسات الحمراء اللي هي جديدة نزلت يعني وعملت يعني راحة شوية بالنسبة للراكب يعني. الأحمر أفضل، هو أغلى بس أفضل عشان خاطر بنقعد بنبقى مرتاحين، بيبقى واسع. لا هو الأحمر ده دايما. مجربتش تركب الأخضر؟ لا اللي هو القديم قوي ده انا بصراحه كنت بشوفه كنت بركبه اساسا. هو غير ادمي بالمره يعني. المفروض بس يبقى فيه اهتمام من الهيئه بالاتوبيس، بالكرسي، بالممشى يعني، يعني يبقى فيه اهتمام شويه من حيث النظافه يعني. حضرتك شايف ان هي المفروض حاجات تتغير عشان الخدمه تبقى احسن؟ السواقين والكمسريه يتعلموا الذوق شويه. ده كان التقرير اللي احنا عرضناه بمنتهى الشفافيه والصراحه، مش عايزينك تزعلي مننا عشان انت والتقرير شغال فبتقول لا في حاجات انت معترضه عليها. ايوه طبعا. طيب استاذه منى، احنا طبعا شفناهم قالوا اهم المشاكل بالنسبه لهم. هو انا شايفه ان اتقال كام كلام يعني، كام حاجه هم نفسهم كلموا ونقضوا نفسهم. هو انا هقول طبعا عدد السيارات مش كافي، ده اكيد، لان يعني عدد السكان الموضوع عرض وطلب، فعدد السكان في القاهرة بيتزايد زيادة مضطردة، ده بالإضافة إلى أن تقريبا يمكن كل يوم بيجي حوالي 3 مليون مواطن مصري من مختلف أنحاء الجمهورية علشان يقضوا مصالحهم، أو المحافظات المجاورة للقاهرة بيجوا القاهرة علشان يشتغلوا لأن فرص العمل أحسن. فالعبء كبير جدا على سواء على الطرق أو على وسائل النقل، فمن هنا نشأت وسائل عشوائية طبعا. فهيئة النقل العام يعني بأسطولها، احنا أسطولنا تقريبا حوالي 3000 سيارة، مش هنقدر ان احنا نشيل كل او ننقل كل سكان القاهرة كلها صالحة يا فندم، ولا فيها منها لا برضو مش كلها هيبقى جديد يعني، زي ما هم قالوا الأتوبيس الأحمر ده لسه جاي السنة اللي فاتت. ولكن يعني مثلا واحد قال دايما مش نظيف، او يعني قال كلمه مش هقولها يعني، وبعدين رجعوا قالوا ده انا بستنى بالساعات، وبعدين بعد بستنى بالساعات رجع تاني لما يعني المذيعه كلمته تاني قال لها معقول يعني بيناقض نفسه. فانا مش هقول، انا بتكلم بمنتهى الصراحه، انا مش هقول ان عدد الاتوبيسات كافي، لكن بعد كده هقول ليه. طيب قبل يعني ما نقول ليه، عايزين نعرف احنا حتى كسيده لما عرض عليكي كلنا مشتاقين نعرف. بس في حته انا عايزه اقولها، هي زعلانه من كلمه سيجاره الحشيش. لا سيجاره الحشيش وكلمه تانية برضو
في الاخر الراجل كان بيقول السواقين والمحصلين يتعلموا الذوق. لا معلش انا برفض الكلمه دي تماما، لان السواقين والمحصلين دول كتر خيرهم على التعب والمجهود اللي هم بيبذلوه. السواق والمحصل ده بيجي يوميا الجراج الساعه 5:30 الصبح اللي بيشتغل في الورديه الاولى، فبيصحى من بيته من الساعه 2 علشان ينتقل ويروح الجراج، وخصوصا ان احنا جراجاتنا موجوده في مختلف انحاء القاهره الكبرى. واحنا نايمين الناس دي بتصحى عشان تروح الشغل وتخدمنا. احنا كمان مفروض قبل ما نقول السواقين والمحصلين الكلمه اللي قالوها دي تعلموا الذوق، لا انا بقول احنا اللي نتعامل مع السواقين والمحصلين بذوق، لان السواقين والمحصلين هم اللي بيخدمونا. واحنا لو قلت بقول الكلام ده وهقوله تاني معلش، لو اي حد فيكم بيسوق السياره بتاعته مره واحده بس الصبح عشان يروح شغله ويرجع اخر النهار ويلاقي الطريق زحمه ويلاقي الدنيا حر او الجو مترب او كده بيبقى تعبان، فما بال ده بيغيروا عليه، بيفضل رايح جاي على نفس الطريق في زحمه في يعني وقفات لاي اسباب زي ما كان زمان تشريفات او كده، بيفضل رايح جاي كام مره وبيفضل تعبان وما يقدرش يتكلم ولا يقول حاجه. وبعدين احنا كمان نيجي نقول نزلني هنا، يعني الراكب يقول للسواق نزلني في المكان ده بين المحطات. طيب ما يقدرش ينزلك بين المحطات لانه هياخد مخالفه. باشمهندسه انا يعني الحاجه الوحيده اللي حسيتها من ساعه ما حضرتك ابتديتي تتكلمي انك قد ايه منتميه لهيئه النقل العام، يعني انت تاثرتي جدا وانت أيوة بتسمعي طبعاً. الكلام وانا اللي وصلني من كتر ما انت منتميه وكان كل سواق ومحصل فعلا يخصك شخصيا. انا حساهم ولادي انا والله. سوري ان انا اتفائلت جدا باللي حضرتك هتعمليه في الهيئه. انت بنت الهيئه شايفه مشاكلها صح شايفه مشاكلها من ناحيه وشايفه مشاكل الجمهور من ناحيه. مظبوط ايه الحاجه القريبه اللي الناس هتحس بيها فهتقول ده الباشمهندسه منى مسكت الهيئه وحلت كذا؟ ايه للهيئه عندك وللناس للجمهور؟ هو طبعا انا مش هقول انا بدافع عن الناس اللي في الهيئه، لان مش بدافع باطل، يعني انا بحبهم وفعلا عايزه اشوف هيئه النقل العام دي في احسن مكانه والناس اللي فيها واخدين حقوقهم. وفي نفس الوقت انا برضو عايزه المواطن محدود الدخل، لان احنا معظم ركابنا من محدودي الدخل، فانا برضو نفسي اخلي المواطن ده يركب المواصلات ويحس قد ايه ان هو يعني مرتاح مش متضايق، حاسس ان هو بيوصل لهدف رحلته وهو في وقت يعني كويس، ما بينتظرش الاتوبيس فترات طويله. نوصل لده ازاي؟ بتركبي الاتوبيس يا باشمهندسه؟ يعني مثلا تنزلي رايحه مشوار تركبي الاتوبيس؟ لا احنا بنقول ستات ما بيعرفوش يكذبوا. لا ما بركبش الاتوبيس، يعني لان انا يعني دلوقتي صعب ان انا هركب الاتوبيس وامشي كتير، و يعني برضو طب انا كبيره في السن دلوقتي. ما احنا هنركب الاتوبيس، ما احنا هنركب الاتوبيس. انا عايزه ابتدي معاكي من الاول معلش. ايوه انت حضرتك رئيسه الهيئه دي. ايوه ايه مشاكل ايه غلطاتها؟ تعالي انت كرئيسه عارفه كويس قوي انت عندك انا هقول مشاكلها هقول الحلول. لان حضرتك ايه هي عيوب؟ يعني حضرتك اتكلمتي عن ان احنا لازم ناخد بالنا من السائق، جميل جدا، بس برضه لازم السائق ياخد باله. انا ما قلتش ان هو ياخد باله من الجمهور اللي طالع، دي شغلتي. طب انا هقول لك حاجه، تفتكري معلش سوري يعني انا عايزه اخد القلم ده اوكي؟ لا لو قلت لك ايه هاخد القلم ده، بصي نظراتك بقت عامله ازاي. او من فضلك أو اديني لو سمحتي، ممكن لو سمحتي في حاجه عايزه اكتبها وما معيش قلم. انا فاهمك، هتديهولك ومش هتاخده تاني. بالظبط هي دي. يعني عايزه تقولي ان المواطن لا يجيد التعامل مع السائق. المواطن مش كل المواطن، انا مش عايزه اعمم لان في ناس برضو بتعامل يعني بتبقى حاسه بالسواقين بس حلو الكلام ده، لان ممكن يكون اللي بيسمعنا مش واخد باله من ان النقطه دي ممكن هو بيتعامل معاه. يعني هو برضو ظروف الحياه في مصر حاليا صعبه والناس تعبانه وبيبقى نازل ممكن متاخر وعايز يجري عشان يلحق يروح شغله او يروح جامعته او مدرسته او وات ايفر يعني، فبيبقى
هو حس ان الاتوبيس اتاخر عليه، ده هو عايز ينزل مجرد ما يقف يلاقيه عشان يركب ويروح. فلما بيبقى طالع بيبقى طالع مشدود، انت ما جيتليش في الوقت المناسب، فممكن بيصب جام غضبه عليه، او حياته تعبان في حاجه ومتضايق، فبيطلع يلاقي السواق عايز يشتم، فبيلاقي السواق قدامه فممكن بيغلط فيه. لا. او المحصل نفس الحكايه، هو برضو طول النهار رايح جاي، المحصل في الاتوبيس وزحمه والناس، لا ما تركبش من هنا اركب من ورا، يعني اقصد اقول الطرفين مشدودين. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين نغير سلوكياتنا كمواطنين بقى. اذا يبقى اول مشكله ان لازم نغير سلوكيات كمواطن ومن الطرف الاخر نراعي يعني. فهو لو اتعامل معاه كويس اكيد هيعامله كويس. يعني معقوله واحد طالع للسواق مثلا يقول له صباح الخير او للمحصل صباح الخير وهو بياخد التذكره والتاني هيزعق له او هيشتمه؟ استحاله. طيب غير السلوكيات، مشاكل بقى، المشاكل طبعا المشاكل، المشكله الاساسيه في الهيئه ان الدوله ما عندهاش الدعم الفلوس الكافيه انها تجيب لنا سيارات جديده. احنا عارفين يعني لما عملوا اضرابات حضرتك جبت لهم 60 مليون في السنه، ده فلوس على ده، ما احنا هنتكلم على الحوافز برضه كده. لكن الاوتوبيسات هو احنا هنتكلم برضو على كذا حاجه. يعني انا لو اتكلمت على نقل عموما، وسيله نقل، فوسيله النقل دي هنتكلم عن سياره، هتكلم عن طريق، هتكلم عن عنصر بشري سواء سائق او مستخدم. بالظبط. فبالنسبة للسيارة طبعا أنا إحنا عندنا 3000 سيارة، 60% منهم تقريبا تجاوزت العمر الافتراضي ليها. يعني عندنا سيارات دلوقتي كان مفروض هتخرض على 20 سنة، هم سمحوا لنا إن إحنا نزود شوية. إحنا عندنا سيارات عمرها 25 سنة، سيارات أوتوبيس، ومفروض إن هي يعني بتشتغل في اليوم 16 ساعة. فتخيلي إن سيارة بتشتغل يوميا 16 ساعة هتبقى عاملة ازاي بعد 20 سنة؟ دلوقتي ما بين 25. فمفروض ان احنا عايزين نحدث الاسطول بتاعنا. فانا الحقيقة احنا الكلام ده كان يعني قبل الثورة ما كانش مثلا في نظرة قوي للمواطن المطحون او المواطن الفقير او محدود الدخل. دلوقتي احنا بنقول احنا بقينا في ثورة، فاحنا يعني يا في عدالة حكومه يا مسؤولين، احنا محتاجين 600 سياره بس كل سنه علشان نحدث اسطول. بتكلفه والله هي السياره ب 600 تقريبا، ب 600 الف جنيه او 650 الف جنيه. 600 سياره ب 600 الف جنيه 36 مليون بالظبط. طيب كل سنه ده حضرتك عايزه انا بس عشان اكمل مع مفيده واخش معاكي، انت عايزه تحدثي 600 سياره كل سنه. انا وانا بقرا وحضرتك قلت انا عندي 3000 سياره تقريبا هتبقى 360 مش 36 مش مهندسه 360 مليون. انت بتخدمي القاهره فيها حوالي 20 مليون مواطن. ايوه مش كده تقريبا. انت عندك 3000 عربيه بما فيهم الجزء اللي كان المفروض يتكهن وما اتكهنش، بيخدموا قد ايه دول؟ وانت عايزه عشان تخدمي بقيه الناس عايزه ايه؟ يعني ليه اطلب من الحكومه في ظل قله الامكانيات انا عايزه منكم 600 عربيه عشان احدث، وانا مثلا عايزه 10000 عربيه جديده عشان اقدر اوسع الخدمه لبقيه الناس؟ انتوا بتخدموا قطاع ضيق جدا، عدد العربيات يخليكي بتخدمي قطاع ضيق جدا. ما انا عايزه اقول حاجه، قولي. انا بخدم القاهره الكبرى. أوكي. انا بخدم من طوخ واليوب في الشمال لغايه الصف والعياط في الجنوب. 20 مليون يا فندم 20 مليون ومساحه قد ايه هتخدميهم ب 3000 عربيه؟ لا ازاي ثلاثة. هو ما بتقدريش تخدميهم. انا لو اقول انا بقول انا اللي عندي حاليا هي الست جت لقيت انها عندها انا فاهمه 3000 عايزه احدثهم. والله لو ما انا بقول بقى دلوقتي يعني الكونسبت نفسه اتغير بتاع الدوله. انا دلوقتي عايز اخدم محدود الدخل. صح. يبقى مفروض ان انا اوفر له وسيله تنقله آدميه ومريحه وبتعريفه بمواعيد. معقوله بمواعيد زي وهيعود على السواق كمان. ما هو لما هتقول عن الطريق هتكلم عن المواعيد. طيب فمفروض ان دلوقتي لما الوسيله دي تبقى جديده مش هتتعطل، هقدر ان انا اخدمه برضو واوصل له في وقت معقول لما الطرق تبقى كويسه. فلو احنا بنقول دلوقتي 3000، يا سلام لو يبقى ال 3000 دول 6000 يا ريت. طبعا لازم، مش يا سلام
هو اللي عايز يحل. احنا بنحلم. هي لا ليه ليه عايزه اقول لك يا مفيده، انا عايزه اكون منطقيه. مفيش ميزانيه، مفيش مخصصات ليها، مش كده ولا انا بقى. انا عايزه اكون منطقيه. حرام برضو يعني انا هضم صوتي لحضرتك واقول ما هو احنا اهم حاجه الاول نريح المواطن الغلبان ده. ابسط حاجه ان انا او اخليه ياخد مواصلات مريحه او نوفر له انه يروح يركب يلاقي مواصله ادميه تحترم عشان وسائل المواصلات العشوائيه اللي حضرتك قلتي عليها انتشرت في غياب عدم طيب عدم الخدمه الكويسه. تمام باشمهندسه، في ناس في مشاهدين عايزين يخشوا يعني يتواصلوا مع حضرتك، ممكن ناخد تليفوناتهم الاول وبعدين نكمل حوارنا. استاذه منى اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. ازيك يا مفيده، برحب بمنى واميره وبرحب بضيفتك المهندسه منى. مفيده عايزه بس اقول حاجتين. اول حاجه بالنسبه للاتصال اللي عملتيه في بدايه الحلقه مع حد من نقابه الاطباء بيقول ان حمايه المستشفيات، ان مفيش حمايه متعمده من الشرطه، يا ريت دي نحمي جبهتنا الداخليه من العناصر اللي بتنشر روح الانهزاميه والشك. ما احنا ردينا، احنا خدنا نفس الاحساس ده والروح السلبيه دي. دي احنا ردينا عليها. انا عايزه اقول حاجه، انا مش بركب اوتوبيسات هنا في مصر، يعني انا بركب بره. انا عايزه اقول احنا في منا نفسنا، احنا ما بنحافظش على المركبه، الناس اللي بتخش تكتب حاجات وتقطع وحاجات كده. لكن انا طالبه من المهندسه منى، زي ما احنا هنراعي دول كلهم منا ومن اهلنا وكل السواقين وكده، عايزه بس ان يقفوا في المحطات ويدخلوا بطابور معين، مش يقفوا ده وقف كده وده جنبه وده جنبه يعطلوا الطريق كله. دي حاجه. مده الوقوف في المحطه ما تقلش عن دقيقه ونص دقيقتين عشان الناس تلحق تركب، لان ما فيش، ممكن تلاقي سواق واقف خمس دقائق وسواق واقف نص دقيقه وسواق عدى المحطه من غير اي نظام. عايزين النظام ده زي ما بنشوفه بره على فكره، والناس كلها سواء ماديا مرتاح او غير ماديا مرتاح بيركب، وانا بركب اتوبيسات بره وبكل راحه وبكل نظام وبكل امان. بشكركم وبشكرك يا استاذه منى. ميرسي. يعني في جزء على حضرتك هتجاوبي بس بعد. نوره اهلا وسهلا مدام نوره. اهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا انا مبسوطه بالحوار، جميل جدا، وبشكر المهندسه طبعا حاجه مختلفه تماما على الحاصل. انا بس ليا تعليق على استاذه منى اللي كانت بتتكلم. زي ما انا بعقب على تصرف الغير في الغلط او في الصح، ابص لنفسي كمواطن اذا كنت انا بتصرف تصرف ادمي عشان اطلب حقي. لازم انا اعطي مصر حقها بغض النظر ايا كان المجال، في كل المجالات. قبل ما اعقب على الناس اعقب على نفسي، انا بتصرف كويس اشوف اللي قدامي ده بيتصرف كويس او مش كويس. بس ده اللي انا عايزه اقوله بصفه عامه، مع احترامي للاستاذه ومنورين بجد يعني. ميرسي حضرتك. وانا ما فهمتش راي منى ونوره، رايهم ان الجمهور عليه برضو عامل ان هو يحافظ على المركبه اللي راكبها والنظافه والتقطيع والحاجات دي. لا وهي زي ما بيطلب هي برضو الاستاذه منى اللي اتكلمت في الاول بتقول ان مفروض ان الاتوبيسات تقف على جنب الرصيف يعني، وما يبقوش ورا بعض كم بيقفلوا الطريق عشان ما يقفلوش المحطه. والله انهي محطه بقى؟ المحطه اللي في الشقه اللي يعني حتى في محطه العبور اللي في اخر الخط او اول الخط ولا في لا هي متهيألي هي تقصد في الطريق، في المحطات يعني العابره اللي في الطريق. هو مفروض بيجي، مفروض لما يجي يقف مفروض يجي يقف جنب الرصيف بالظبط. احيانا بيجي يقف جنب الرصيف بيلاقي عربيه راكنه او حد غير الملاكي، ممكن بياعين او ميكروباص بينزل او مش عارف او إيه. او بياعين حاطين مثلا عيش ومش عارفه ايه بعد مكان المحطه بتاعته. مفروض ان احنا نفضي موقع المحطه عشان هو يقدر ما يقفش في وسط الشارع اللي هو بيبقى مرسوم ده يعني. المفروض بالظبط يعني كده. المفروض ان احنا موقع المحطه يكون ما فيهوش اي اشغالات عشان السواق يقدر ان هو يقف جنب المحطه. ده احنا مع حضرتك، بس برضه ساعات في سواقين بيبقوا بعض مخالفين. انا عايزه اقول حاجه، انا عايزه اقول يعني حاجة. طبعا لكل قاعده في مش في كل شوارس. اكيد مش كل الناس هتبقى ملايكه. يعني في حد بيبقى بيحاول ان هو يتبع اداب المرور كما يجب، وفي حد ممكن استاذه منى، في عندنا صديقنا علي على الفيسبوك عايز من حضرتك طلب. علي بيقول هو طالب في جامعه حلوان ونفسه يبقى في خط ما بين القاهره الجديده الى التجمع الثالث، لان في 7000 الى جامعه حلوان، لان في 7000 طالب في الجامعه محتاجين يبقى في هيئه نقل عام بتوصلهم وبتجيبهم. حلوان نضم صوتنا لصديقنا ده ونقول
يا باش مهندسة انتوا عندكم خطوط اتوبيسات للمناطق الجديدة؟ يعني مثلا احنا هنا في مدينة الانتاج الاعلامي في خط اتوبيس بيجيبنا من التحرير لهنا او لحدائق الاهرام او مثلا الشيخ زايد؟ ما هو طول ما فيش اتوبيسات ده انا قريت عنه ان حضرتك في سوبر ترام هيبقى للتجمع الجديد والجامعة الامريكية الاحياء الجديدة ده لسه شوية كمان 3 سنين اتعملت الدولة عملتها وما فكرتش في وسائل مواصلاتها، فبالتالي افترضت حاجة من اتنين، يا انا معايا عربيه خاصه يا انا ابقى تحت رحمه الميكروباصات واركب 7 مواصلات وانط عشان اوصل. احنا لسه كنا بنقول ايه ان بالرغم من ان القاهره الكبرى ممتده الامتداد ده كله وان في دلوقتي 20 مليون بيقطنوا القاهره الكبرى الا ان اتوبيسات هيئه النقل العام 3000. طب عايزين يعني ادوني الاتوبيسات في وانا اعمل لكم الخطوط اللي انتوا عايزينها كلها. اديها زي تطلع قماش. يا سعاده رئيس على فكره يعني ده ملف مهم جدا لان هو يعني ده الاختناق يعني كلنا مثير للغضب حقيقي مثير للغضب الشخصي او موضوع المواصلات الحقيقي. برضو المشكله في المدن الجديده برضو حاجه احنا طلبنا الكلام ده كتير جدا في قبل كده لان انا كنت ماسكه قطاع الحركه اوكي فانت عارفه الدنيا ماشيه فانا عارفه انا التخطيط انا المفروض بقى التخطيط والكلام ده كله. فكنا مفروض انا قبل ما انشئ مدينه جديده مفروض في يعني انا بعمل مخطط نقل مع مخطط الاسكان اللي هيبقى في المدينه دي، ده المفروض بعمل محاور بعرض قد ايه بيبقى فيه. طب ليه ما يعني تعملش يا استاذه؟ عشان كان كل حاجه لان احنا عايزين نكسب بس يعني مش الهيئه وزاره الاسكان لا انا مفروض المدينه الجديده علشان اخططها مفروض قبل وانا بعمل التخطيط بحط مواقع المحاور اللي هيمشي فيها الاتوبيس بيرسموا يا ميدو بيرسموا ما عملش الكلام ده. المحطات النهائيه هتبقى اماكنها فين؟ ليه ما طلبش الخدمات حضرتك طلبنا وكان الرد بنطلب ايه؟ فأي كان الرد ايه مثلا من الحكومه السابقه؟ لا هي خلاص بتبقى خلصت المدينه هم مخططينها بالطريقه دي وبعدين يجي يقول لك تعالي. النقطه الثانيه اللي احنا كنا قايلينها برضو فيما سبق يا جماعه ما دام انتوا دلوقتي بتنشئوا مدينه جديده اعملوا على كل متر وليكن جنيه. يعني انا دلوقتي قطعه الارض دي ب 300 خلوها 301 والواحد ده الجنيه ده خلوه للمواصلات زي فلوس نجيب بيه اتوبيسات علشان نخدم المدينه دي انما ده هم خططوا وباعوا وعملوا كل اللي هم عايزينه بعدين تعالي هيئه النقل العام اخدمينا. اسمحي لي بالنبي عشان لازم نقول الكلام ده يعني يا جماعه السيد رئيس الوزراء والسيد وزير النقل المناطق الجديده هو السيد وزير النقل لا مش احنا مش رئيس الوزراء ومفروض الحكومه يعني رئيس الوزراء الحكومه بس دي حكومه جديده ما لهمش كلكم مع بعض لا والله المحافظ معانا بصراحه يعني اقصد اقول للناس اللي موجوده دلوقتي دي مالهاش ذنب لا بس احنا لأن عايزين هم بمعنى صح مالهمش مش هم اللي هياخدوا القرارات لا مش هم اللي خدوا مش هم اللي خدوا القرارات مش هم اللي هياخدوها دلوقتي اللي خدوا القرارات لان احنا محتاجين نقول زي ما بنقول لكل الناس اللي بيسمعونا احنا محتاجين نستنى لما تيجي الحكومه الجديده المنتخبه اللي تقدر تاخد قرار ونحط مشكله هيئه النقل العام قدام مكتبهم ونقول لو سمحتوا حلوها لنا طيب انا موافقاكي هو قبل كده كانوا عندنا مشكله ضخمه هتفضل ملفها مفتوح الفتره اللي فاتت كانوا مهتمين مهبنين الاوتوبيسات تماما ومهتمين بصفقات العربيات الصغيره اعتقد قريت حاجه زي كده يعني مهتمين وهي تابعه للهيئه برضو ولكن ما كانش في اهتمام بالاوتوبيسات زي هو الموضوع ان في سنه 2003 كان رئيس الوزراء بدا يفكر ان علشان يعني النقل العشوائي اللي انتشر ان هم يدخلوا ميكروباصات صغيره نقل لا يعني ايه شركات قطاع خاص اوكي في مجال النقل في مجال النقل الجماعي بالظبط وبالتالي هو الكلام ده كان بقى مفروض وزير النقل هو اللي هيعمل المشروع ده فوزير النقل فوض المحافظين في كل محافظة ان هم اللي يعملوا المشروعات دي يعني بيعمل مناقصة تحت رقابتهم تحت بالظبط كده بيعمل مناقصة ويقول الناس اللي هي او الشركات اللي ممكن تدخل في هذا المشروع بيعملوا ونشاطها نشاط نقل تمام هترسل مناقصه على حد ويتولى لا ما هي احنا عملنا الكلام ده سنه 2003 اتعمل في المحافظه ورسي على حوالي 29 شركه نجح منها 15 تقريبا أيوة. بدانا باربع شركات سنه 2003 اللي هو الميني باص اللي لونه اخضر ده. مين اللي بيراقب على السواقين دول يا باشمهندس مين اللي بيشرف عليهم التابع لمحافظه القاهره
بيراقب عليه مشروع النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة اللي هو تابع للمحافظة والمراقبين اللي من هيئة النقل العام برضو. طيب اسمحوا لي ناخد التليفونات يعني كل شوية نتكلم وناخد مجموعة أوكي. من أصدقائنا اللي عايزين يشاركونا في الحوار. أستاذة جيهان أهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي. أستاذة جيهان سامعانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة سامعاكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا برحب بالسادة الحضور برحب بالمهندسة منى. التكملة للسؤال اللي فات برضو بالنسبة للقاهرة الجديدة احنا في منطقة النرجس عمارات مفيش ولا أتوبيس ولا أي مواصلة بتجيلنا هنا أهو حتى يعني العربية بتاعتي عملت حادثة مفيش عندي مواصلة خالص حتى بجيب التاكسي اللي هو التاكسي بالطلب مفيش تاكسيات في الشارع حتى. أيوة. طيب بنتمنى بقى يمدوا الخط حتى في اتوبيسات عند المحكمه وفي المناطق القاهره الجديده بس يمدوها لغايه النرجس عمارات عند الكنيسه وعند مسجد المصطفى. حاضر يا استاذ جان ربنا يكرم. استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. اخيرا يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبين. بنرحب بالاستاذه منى. اهلا وسهلا. بنطلب منها زي ما بتطلب السلوك للمواطن بالنسبه للسواقين الكمبيوتريه واحنا الناس دي فوق دماغنا طبعا. برضه في مواطنين بتتمنى يكون الاحترام متبادل مش اكتر من كده. الحاجه الثانيه فين الجوده بتاعه الهيئه او اداره الجوده كواليتي اللي تبص على صيانه الاتوبيسات ان بتعطل المرور جدا لما حاجه بتعطل وطبعا انت شايف الزحمه في القاهره على اعلى مستوى. وبنشكر حضرتك جدا. ميرسي لحضرتك شكرا. احنا بنشكر حضرتك. في سؤال جانا او على الفيسبوك من ضمن الاصدقاء بيقولوا هو ليه احنا ما نشتريش اتوبيسات بدورين؟ سالي يعني سالي من معانا على الفيسبوك وفي برضو متصله اتصلت وقفلت السكه قالت ممكن نسالك ليه ليه ما عندناش المدورين الاول حاجه هنتكلم على القاهره الجديده وبعدين الاستاذ يتكلم عن السلوكيات وبعدين موضوع الاتوبيس بدورين. اول حاجه بالنسبه للقاهره الجديده هو في احنا بنخدم القاهره الجديده بس خدماتنا مش كافيه يعني زي ما قالت عند المحكمه فعلا ويعني والتجمع الثالث في منطقه القطاميه برضو ودي فيها مساكن الزلزال ومساكن لمحدودي الدخل بنخدمهم ولكن في مشروع النقل الجماعي لركاب المدن الجديده اللي هو الاتوبيس اللي لونه اصفر في اورنج وده برضو بيتبع محافظه القاهره واحنا اللي برضو المشرفين عليه. كم اتوبيس يا فندم؟ والله هم دلوقتي حوالي 106 106 اتوبيس يكفوا المناطق دي كلها؟ لا هو الـ يعني الموضوع ان المشروع ده كان لان ينقل السكان اللي موجودين في القاهره الجديده لاقرب محطه لهيئه النقل العام او مترو الانفاق. فالناس كانت بتحس انها بتعاني لان هي بتنزل زهراء مدينه نصر او حي العاشر بالظبط كده طبعا وفي نفس الوقت الشركات دي في يعني منها شركات كتير ما كملتش لانها المسافه بعيده والتعريفه جنيه ونص فمش مجزيه وبعدين طبيعه المدينه الجديده بيبقى يعني في ذروتين بس ان الصبح يا اما سكان القاهره الجديده نازلين شغلهم او كلياتهم او عماله او اشغال برضو ناس جايين من القاهره للقاهره الجديده في فتره خدمه طول النهار وبعدين اخر النهار الناس مروحه فبقيت النهار فاضي فطبعا الناس دي ما كملتش معانا يعني او هي تعبانين دلوقتي والشركه يعني في كذا شركتين تقريبا بس هم اللي لسه مكملين وعدد الاتوبيسات قل الميني باصات قل عملنا مناقصه جات لي صوره ايه عندي احساس ان هيئه النقل عامله زي حد رجليه مكسوره واحد رجله مكسوره وواحد رجله سليمه وماشي على عجاز ومش عارف يعمل ايه لا هو عارف شيلنا لا والعكاز بيساند رجله السليمه فهو لا عارف يحط رجله المكسوره على الارض ولا عارف يسند على فكره انا بحبكم قوي يعني والله بحبكم قوي يعني واول مره احس ان حد فعلا حس بينا وحس بمشاكلنا حضرتك حاسه بالمشكله طبعا انا حاسه يعني انا تعبانه يعني انا مش مهندسه احنا نفسي كويس ان حضرتك عايزه يعني انت النهارده رئيسه الهيئه عايزه تبقى كل الناس ماشيه في الشارع تقول يا سلام الهيئه دي كويسه طبعا. قوي فمش هتعملي ده الا اذا جددتي الاتوبيسات وزودتي الخطوط وظبطتي التعريفه وظبطتي جدول المواعيد وانت ايديكي مربوطه ومرميه في البحر وعمالين كلنا نقول لك خدينا جرينا معاكي للشاطئ واوعي تغرقي فينا ما نقدرش نضغط على هيئه بالمنظر ده وشكلها بهذا الكم من ما تزعليش مني لما مشكلات هذا الكم من يعني
لا مش هقدر اقول يعني هي شكلها مش حلو يعني فباين جدا قد ايه انتوا بتعانوا وقد ايه شكل نفس هيئه مقهوره السواق اللي بينزل من العربيه انا بحترمه جدا وبقول انا عارفه ان هو بيتعب بس انا نشوف شكله كده تيشرته بتعمل ازاي شبشبه عامل هو نفسه تعبان وقرفان ومش طايق حد يكلمه واضح يعني جدا ان احنا محتاجين حل هو ده دخله محدود ما انا هكمل لكم استاذه حاطه ايديها على اليونيفورم الهيئه تجيبه الهيئه عايزه تجيب اتوبيسات قبل اليونيفورم انا عايزه بالظبط كده هو انا عايزه اقول بالنسبه للقاهره الجايه برضو عايزه يعني بس عايزه اطمنهم عشان اللي عملوا المداخله ما يزعلوش احنا دلوقتي عملنا مناقصه ورست فعلا على ثلاث شركات وان شاء الله هيجيبوا يعني عدد كبير من الميني باصز وهتشتغل وهننزل بعد السيد المحافظ الحقيقه يعني تفهم مشاكل الناس وعملنا له مقترح وافق على ان هم يعني ان شاء الله في خطوط هتبقى من القاهره الجديده للدراسه وفي هيدخل في قلب المعادي وفي خطوط لغايه حدائق القبه يعني عقبال اكتوبر بقى عقبال اكتوبر اكتوبر ما ولا مشروع لوحده حطي موضوع جامعه الحلوان ده فندم اللي عنده 700 7000 طالب ما هو ان شاء الله بقى الاتوبيسات الجديده دي نعمل لهم ان شاء الله خط الحلوان وبالنسبه للاتوبيس ابو دورين ابو دورين ما انا بقول اللي في دورين ده بالنسبه للاتوبيس اللي بدورين والله هو كان في تفكير ان هو ممكن يبقى على الكورنيش لان هو اللي بدورين برضو شكل سياحي في اماكن فيها انفاق عندنا اماكن فيها انفاق فمفروض ان هو الارتفاع لا يزيد عن 5.5 متر واحيانا بيبقى الاتوبيس اللي بدورين ممكن بيزيد شويه عن 5.5 متر او كده ما بلاش يبقى مثلا قدام الكورنيش ونمشيه في الطرق اللي هي زي المدن الجديده الطريق واسع وبراح ما هتعدي وسط البلد برضه هتعدي نعمل له خط نعمله زي اسكندريه نعملها له زي اسكندريه هو يعني فرفان كده يعني عشان تتفرج على الكورنيش وتبقي مبسوطه بتفكري تعيني ستات سواقين؟ لا ليه؟ انت مهندسه رئيسه الهيئه ما انا رئيسه الهيئه بس انا ما فكرش ان انا عايز ستات سواقين طبعا في اوروبا ودول متقدمه الرجاله السواقين صعبانين عليا كانت اشاعه بس عشان تخوفوا السواقين بيها مش كده لا طبعا هي الست من الصعب الحقيقه ما هو احنا بنقول ان الستات يعني بيصمدوا في حاجات كتيره ما بيعرفوش يسوقوا ولا ايه لكن طبيعه لا بيعرفوا يسوقوا طبعا وسواقتهم احسن كمان بس هي مش مهندسة لكن بالنسبه لسائق هيئه النقل العام لا ما تنفعش ست طيب. لان مش معقول هتروح الجراج هتسيب ولادها بالليل وتروح تحضر في الجراج الساعه 5:30 الصبح فتحتي موضوع مهم قوي موضوع الجراج ده بس ناخد الاول استاذ سيده واستاذ احمد معانا على التليفون استاذ سيده اهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي الو اهلا وسهلا يا فندم اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله انا عندي راي عندي معلومه عايزه اقولها لمدام منى اتفضلي اتفضلي انا يعني بركب اتوبيسات كتير سمعت من بعض السواقين ان في سواقين بيخشوا يعني في انتم يبقوا مدين في الهيئه يبدا من الصبح وينتهي الساعه 5 هم من الساعه 1:30 يقعدوا بالاتوبيسات في المكان بتاعهم وما يشتغلوش الفتره دي وياخدوا عليها فلوس استاذ سيده معلش انا عايزه اسال حضرتك يعني سؤال المعلومه اللي انت بتقوليها دي عندك من سواقين تانيين يعني ما هو الا كلام بيتناقل يعني ما تقدريش تاكدي حقيقه الموضوع لا ما انا ما حضرتك يا فندم يعني بتتكلمي الساعه 1 اتوبيسات مش فاهمه يعني فهميها اكتر استاذه منى عايزه تفهم اكتر الساعه 7 مثلا ولا 6 وهينتهي الساعه 2 فهم بيعملوا لهم مد للساعه 5 وياخدوا عليها الثلاث ساعات دي فلوس هو من 1:30 يركن عربيته ويقعد في يعني عايزه تقول ان في ناس حققي حضرتك الموقف في ناس بيوقفوا الاتوبيسات وما بيشتغلوش وياخدوا بدل اضافي طب يعني هيقف فين طيب ما بتقول في اماكنهم في اماكنهم في المحطه بيدوروا على الخطوط في الجراج طبعا عندنا في الجراج انا عندي جهاز رقابه ميدانيه متكون من 600 مراقب يعني بيبقوا موجودين في المحطات النهائيه هل هتصلي حضرتك حاجه لو حققتي في الموضوع ده انا لو يعني ايه اللي انا عايزه اقوله احنا عشان نكون منطقيين لما نقول على شكوى يا ريت نقول مثلا رقم اتوبيس نقول الاتوبيس رقم كذا او عشان انا اجي والساعه كام معلومه وفي انهي مكان او في انهي اتجاه عشان اعرف فين السواق ده اللي كان موجود في التوقيت ده
ووقف العربيه وما اشتغلش. انما ما قلتش حاجه شكاوي يعني خط ساخن للشكاوى. لا لا احنا عندنا، احنا على فكره عندنا اداره عامه لخدمه المواطنين كويس، وبنتلقى اي شكاوى وبنرد عليها. ما يا ريت تكتبوا الرقم مختصر على الاتوبيسات كمان بيبقى هايل. لو يعني حد حصل له مشكله او جبنا مجموعه شكاوى بارقام تليفونات الاتوبيسات وديناها لحضراتكم. بارقام الاتوبيسات اكيد، بارقام الاتوبيسات. لا طبعا ارقام تليفونات ارقام الاتوبيسات. احنا لينا ظهر دلوقتي في هيئه النقل يعني. عندنا كمان مكتب في العباسيه، في المحطه العباسيه، وفي في العتبه، وفي في التحرير، مكاتب رئيسية بتاخد شكاوى المواطنين وبتبعتها لنا. باشمهندسة بيقولوا ان تعرض سواق النقل العام مثلا لعشر ساعات شغل في الزحام والتلوث والتعرض للرصاص بيتعب طبعا، بيأثر على جهازه العصبي، على جهازه العصبي تحديدا. فأحيانا تلاقي سواقين ماشيين في الشارع، سوري يعني، زي المجانين، ايده على الكلاكس وبيناور في الشارع كأنه راكب عجلة، والناس ما هو ملوش دعوة، هو قاعد فوق والناس، وهو مطلوق في الشوارع على الناس. الصورة دي حقيقية؟ لا حقيقية. جهازهم العصبي تلفان فعلا؟ أميرة ما تقولش صورة دي حقيقية. جهازهم العصبي مش تلفان طبعا، أو احنا بنحمل عليهم أكتر. لا هو جهازه العصبي مش تلفان لسبب، ان احنا عندنا كشف دوري كل سنه. طب هو بيعمل كده ليه؟ لا كلنا يعني، ما احنا هنقول بقى سلوكيات، بنتعرض للضغط العصبي. سلوكيات. سلوكيات. طب انا يا باشمهندسه لو شفنا حد كده هنجيب لك رقم عربيته. طبعا، ولازم، لانه بيثير الفزع. انا عايزه افضل في النقطه اللي انت بتساليها. حضرتك بتقولي دي سلوكيات، بس دي سلوكيات منتشره جدا بين السائقين. زي ما يكون عنده معاد. احنا كنا معاكي. لا بس يعني انا هقول لكم بما يرضي الله. طب انا هقول حاجه. لكن كمان بالنسبه للشارع المصري وانا واحده منهم بسوق. اوكي انا هقول لك حاجه. والله يعني يا باشمهندس مش عايز احكي لك. يا جماعه احنا لما نبقى سايقين العربيه بتاعتنا وجنبنا اتوبيس عالي، احنا طبيعي بنحس ان ايه، بنبقى خايفين. ده طبيعي، خلاص بيجي في جوانا شعور الخوف من المرتفع عننا. ده هو المفروض يطمننا مش يخوفنا زياده يا باشمهندس. هو مثلا جاي عايز يركن عند المحطه وراح عامل الكلاكس، طبعا والله لا بيجيب لنا ضربات في القلب. بص معلش، هو احنا عايزين الف سلامه. بس طبعا احنا عايزين نقول الكلاكس ده سلوك مش حضاري عموما بصفه عامه يعني. تمام. مفروض ولا اتوبيس ولا ملاكي ولا اي حاجه يعمل كلاكس. ده الصح. طيب معانا استاذ احمد واستاذ محمد. استاذ احمد الاول، اتفضل يا فندم. الو، اهلا وسهلا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك، انا من ركاب الاتوبيسات من اكثر من 40 سنه. علي صوتك بس بفضلك. انا من ركاب الاتوبيسات من اكثر من 40 سنه. ايوه فندم. والاخين والمحصلين محترمين، والكلام غير كده غير صحيح بالمره. وانا حضرتك متواصل مع خدمه المواطنين بالهيئه، وكل مشكله عندنا في حزيت زيتون او عين شمس بتتحل ان شاء الله. والخطوط الطويله اللي اتقطعت نرجو ترجع تاني. سيارات النقل الجماعي يكون عليها متابعه جديده. مفروض وقوف فقط. احنا بنشكر حضرتك استاذ احمد، وصلت وجهه نظرك. ناخد استاذ محمد سريع عشان وقتنا. استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا فندم. هو انا عندي اقتراح. انا اسمع في البرنامج دلوقتي. الدكتور محتاجين 600 اتوبيس. انا مش قادره افهم. انا مش سامع حضرتك. انا قصدي اقطع شويه. بيقطع. انتوا بتقولوا محتاجين 600 اتوبيس سنويا. في عندنا شركات ضخمه الدوله مش قادره انها تجيبهم. عندنا شركات ضخمه زي شركات المحمول، زي شركات المياه الغازيه، لهم بادجت ملايين اعلانات في السنه. ليه الهيئه ما تستغلش الشركات دي بانها تحول الاتوبيسات، انها بدل ما الشركات دي ما بتعمل اعلانات في التلفزيون او في الجرايد، انها تقنع الشركات دي بانها كل شركه يبقى ليها عدد من الاتوبيسات وتحط اعلاناتها عليها. زي فكره مترو الانفاق. شكرا. انت عايز تمول تحديث اسطول النقل العام من الشركات القطاع الخاص. طبعا بما اننا ستات بقى مش هنسيب حضرتك لما نعرف قصه الحب. خلاص خلصنا بقى الحلقه. هو في شركه اعلانات اوريدي، شركه الاعلانات المصريه. احنا شركه الاعلانات المصريه واخده امتياز الاعلان عندنا، بس مش يعني لا لا باشمهندسه، ومش عايز كده. هو عايز يقول انا شركتي. لا بصي حضرتك، وعايز يقول انا شركتي الخاصه اجيب لك انا 10 اتوبيسات وتحطي عليه اللوجو للهيئه. واحط عليهم اللوجو بتاعي. يعني انا يبقى انت اتوبيسات وتابع للهيئه.
يا ريت والله يا ريت. هي فكره بديعه ويا ريت والله فعلا يا ريت ان شاء الله. عايزين نسال حضرتك بقى الزوجه او قصه الحب اللي بدات في كليه الهندسه مع الدكتور احمد البدوي وكان المعيد بتاع حضرتك مش كده؟ احكي لنا الكلام ده من في دقيقه كده يعني سنه 79 لا هو كان اخر 78 اوكي تمام. انت اللي حبيتيه ولا هو اللي حبك ولا ايه؟ هو اللي حبها طبعا مش شايف ان زي القمر على طول زي القمر عين ملونه. هو كان يعني هو كان معيد وانا كنت طالبه ونقاكي بقى من وهو كان جد جدا ان هو يعني قال انا عايزه اتقدم كده على طول بلا مقدمات يعني. طب وانت كان عاجبك ولا فكرتي فيه ولا كنت اصلا بتبصي عليه قبل ما يكلمك؟ لا والله انا ما يعني عارفه ما ولا ما حصلش بتوع هندسه معقدين وبيذاكروا؟ لا بتوع هندسه بيذاكروا بتوع مذاكره. طيب وحضرتك الجده بقى احكي لنا الاحفاد في ملك وادم. انا عندي كم ولاد الاول؟ ثلاثه. عندي ثلاثه عندي بسنت ومنار وهما الاثنين طبيبتين وعايشين بره عايشين في امريكا ومحمد مهندس وبيعمل ماستر ديجري برضه مسافر بره وبس بسنت هي اللي مخلفه وعندها النهارده عيد ميلاد ملك. كل سنه وملك طيبه. كل سنه وهي طيبه. ست سنين. ازاي قدرتي كامراه وادم 7 شهور ازاي قدرتي كامراه ناجحه انك تحافظي على الاثنين الحمد لله البيت الناجح والعمل الناجح؟ والله هو طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى واكيد برضو يعني زوجي راجل متفاهم. يعني كنت بتخلصي شغل وتيجي تطبخي في البيت بسرعه قبل ما جوزك يجي ولا كان ممكن تيجي تلاقيه عامل حاجه مساعدك في حاجه؟ لا وولادي صغيرين طبعا ما كنتش مسؤوله يعني ما كنتش يعني مسؤوليه مش عليكي ذات منصب قيادي فانا عملك. كنت برجع مثلا الساعه 3 وانتوا في كارير واحد يعني دكتور كنت احمد الساعه 3 ممكن كنت برجع الساعه 3 او الساعه 2:30 ممكن فكان الولاد لسه يبقوا هيرجعوا من المدرسه ابدا اذاكر لهم واشوف يعني واطبخ بقى واعمل الحاجات دي وكده او كنت ببقى مجهزه من الصبح وكنت اقعد اذاكر لهم لغايه بالليل ف يعني اقصد اقول كان في كنت منظمه وقت انا بحب يعني تنظيم مهندسه بقى بالورقه والقلم وبالشيت وبال انا فعلا عامله حياتي كلها جداول. ربنا يكون في عونك. جداول ما غرش بقى لما بقيتي رئيسه هيئه النقل العام؟ لا هو اساسا استاذ في هندسه القاهره يعني هو بيعتبر نجاحك نجاح. ما شاء الله هو راجل ناجح يعني وسؤالي بايخ قوي. طب انا راجل عظيم راجل بس هو سؤال بيراود ناس كتير. لا بيعتبر نجاحي نجاحه فعلا. طب بينقدك بينقد هيئه النقل العام؟ طبعا. لا هو زعلان طبعا ان انا ان وقتي كله دلوقتي حاليا انا بروح مش قبل الساعه بس ما هم الولاد مسافرين بقى والاحفاد مسافرين. لا بس برضه هو حاسس ان انا اهملت نفسي حياتي الاجتماعيه فاتها من بعد ما بقيت رئيس هيئه. مش عارفين نكمل كلام مع حضرتك الصوري بيقولوا لنا الوقت. احنا بنشكر حضرتك بشكرك خلص بسرعه مع حضرتك وانا سعيده شرفتينا. يبقى لينا لقاء تاني. انا اللي اتشرفت بيكوا وارجو ان شاء الله ان المواطنين يكونوا في الفتره القادمه سعداء بالهيئه ويتعاملوا مع عمال الهيئه كويس وعمالها يكونوا ان شاء الله. باشمهندسه منى كل اصدقائنا اللي بعتوا لنا الاراء والاخبار ووجهه نظرهم عن الهيئه موجوده معانا فاسمحي لنا ان احنا نسلم لحضرتك الورق ده. يا ريت انا بحب تطلعي عليه وتشوفيه وتحاولي انك لو قدرتي انك تحلي لهم مشاكلهم ان شاء الله اكون سعيده والله. احنا بنشكر حضرتك ونورتينا في استوديو. نورتينا وان شاء الله كل حاجه هتبقى احسن. واسمحوا لي اقدم مفيده فقره النقد الفني مع الاستاذ طارق الشناوي. ايوه بعد الفاصل. اهلا بيكم وفقرتنا الفنيه. اسمحوني ان انا احيي الاستاذ والناقد الصحفي الاستاذ طارق شناوي. اهلا بيك يا استاذ طارق. نورتنا. الله يخليك. من اسبوع لاسبوع احنا انت بتوحشنا. لا الله يخليك وانت بتوحشوني. اهم المواضيع الاسبوع ده مليان مواضيع مهمه جدا واخبار وفنانين وكواليس وحكايات كتيره جدا. اخترت لنا منها مواضيع مهمه قوي حقيقي. نحب ناخد في الاول المؤتمر الصحفي اللي عمله بعض اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه. عايز تبتدي بيه الكلام؟ طبعا طبعا لان هو ده اهم الناس. احداث مزبيرو يعني غالبا او عاده بنتكلم على شاشه مزبيرو ما يجري
انت منقي، انت منقي النهارده اول حاجه، هل ماسبيرو لا يزال يكذب على الناس؟ فهنربطها باللي انت عايز تقوله. الحقيقه لا يزال، لا يزال كان ولا يزال. وطبعا ظهرت في احداث ماسبيرو الاخيره، طبعا اي انسان مصري لا يمكن ان يرضى على ان يراق دم مصري طبعا. والمساله ديت يعني شفناها ومحسومه وفي مشاعر الناس، والعزاء مش للاقباط فقط، لكل مصري حس ان ده جرحه. يعني مينا، وده كان عجبني في ماتش الكوره، يعني ده من ضمن اللمحات المصريه العظيمه، انه مينا هي تساوي امين، طلعت يافطه كده في ماتش الكاس امبارح. اللي عايز اقوله انه لا يزال ماسبيرو في ظل القياده، في ظل وجود اسامه هيكل، لا يزال هو ماسبيرو قبل اسامه هيكل. انك انت اللي عينك المجلس الاعلى للقوات المسلحه، سيبك من انه مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء عين وزير الاعلام، لا دي وزاره سياديه، وكلنا نعلم ان الذي يحكم مصر هو المجلس الاعلى، فولاؤه المجلس الاعلى. وبما انه المجلس الاعلى كان طرفا او الجيش كان طرفا، فهو ما عرفش يتخلص كجهاز بقى كدوله، فاصبح متحامل على الواقع، انه لم ينقل ماسبيرو الواقع. الزمن اتغير، توقيت الزمن اتغير، لم تعد انت الشاشه التي يصدقها الناس. مش بس لانه بقى فيه فضائيات، والفضائيات حوالي 700 فضائيه ناطقه باللغه العربيه، ولكن ايضا انك فقدت مصداقيتك بسبب ثوره 25 يناير. فانت عشان تستعيد مصداقيتك لازم تقدم للناس الحقيقه. طبعا يعني انت عارفني انا هنا في موقف محرج. فانا عايزه اسال سؤال اكتر من كده. انت شايف في التغطيه بتاعه ماسبيرو ايه غلط؟ فهم اكتر المشاهده. خلينا ما نتناقلش العنوان الرئيسي عن سلبيات التغطيه من غير ما نفهمها للمشاهد العادي البسيط. يعني ايه الغلط؟ هو طرف. انت تلفزيون، لسه تلفزيون النظام الحاكم، انت تلفزيون الدوله مصر، فكان لازم يجيب الصوره والصوره الاخرى. لازم ان نرى، ولا تتورط في الدفاع وتقدم للناس انه في كذا قتيل من الجيش المصري. فانا على طول انت كمتلقي ايا ما كان ديانتك، انت هنا مصري، طبعا تغضب ان يقتل افراد الجيش المصري. الصوره ما كانتش واضحه، وكانه المتظاهرين هم الذين يعتدون على القوات المسلحه. وطبعا الشريط اللي كان موجود اعتداء الاقباط على على الجيش المصري، خليت حتى الاعتداء هنا له وكانه ديني، اعتداء ديني من اقباط مصر على الجيش، مش اعتداء مصر. انت عارف لو مظاهره مصريه، او لو كان العنوان فقط مظاهره مصريه، كانت الامور عدت. فانا رايي كانت بقت عاديه بتحصل، انما اللي هو غير مغفور له ان احنا ننزلق، وكتلفزيون بيدور على مساحه مصداقيه فبيفقد المصداقيه، لان انت فعلا ثوره 25 يناير ما قبل الثوره كانت مصداقيته في هبوط، ما بعد الثوره هبطت الى الصفر. كان ينبغي في وجود وزير اعلام جديد ان يعيد الثقه مرة أخرى، لكن تعرف زي الأمن القومي من ضمن مقاوماته أن يكون عندك إعلام قوي، لأن أنت إذا لم يكن إعلام المصري، سواء كان إعلام دولة رسمي أو إعلام خاص، إذا لم يكن لديك إعلام قوي فأنت أصبحت مشاع. الحقيقة يجب أن يراها الناس في الإعلام المصري، لكن مع الأسف هم لا يرون الحقيقة في الإعلام المصري، فبيدوروا على قنوات تانية. والاعتداء الأخير اللي تم على قناة 25 يناير، وهي قنوات طبعا مهم مصرية، وعلى القناة الحرة أو المكتب القناة الحرة الحقيقة، وقبل كده غلق مكتب الجزيرة مباشر، كلها عوارض سيئة جدا. طب أنت كنت عايز تربط الكلام ده بالنهاردة بالمؤتمر العدائي، المؤتمر الصحفي اللي اتعمل، الحقيقة كان منحازا ايضا للقوات المسلحه وللجيش مش للحقيقه. يعني وكانه المؤتمر معمول لتبرئه الجيش. بس دي وجهه نظر حضرتك، بس هو المجلس الاعلى. ثانيه واحده، يعني في التلفزيون المصري، انا مش بدافع والله عن اي حد، هو التلفزيون المصري دلوقتي بينقل حاجه على الهواء زي كل المحطات اللي هنا موجوده. انا نقدي على الهواء، انا نقدي هنا لفكره المؤتمر الصحفي. يعني كل المحطات بما فيهم سي بي سي كانت ناقله الموضوع على الهواء. المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو قاضي النهارده، لأن هو الحاكم، فهو في موقف القاضي وليس الطرف في صراع. اللي أنا شفته في المؤتمر الصحفي أنه يبرئ ساحته. قد يكون هناك بعض أفراد من الجيش ارتكبوا أخطاء، واخد بالك، والصورة كانت بتقول كده أو بتوحي بأشياء من هذا القبيل. اللي أنا شفته دفاع. لا، هل الشعب هو
ايه المشكله الجيش او انت تحكم افصل بقى. لا 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 هنا مش بقى موضوع انت بتحكم. هو دلوقتي كل الناس عندها او في مجموعه من الناس غضبانين من تصرفات الجيش او العسكر زي ما بيسموها. من حقهم لان احنا في ديمقراطيه زي ما احنا عايزين نقول انهم يطلعوا يقولوا والله ما لنا وما علينا. برضه انا مش بدافع لكن بما ان انا من ان احنا ادينا فرصه ان نعرض الاراء هم كمان لازم يدافعوا عن نفسهم. لا لا المؤتمر ده لم يكن من اجل الدفاع، ده كان اساسا لتوضيح للرأي العام ماذا حدث، مش لتبرئة ساحة القوات المسلحة بس. بس دعينا ننتقل لنقطة أخرى. دعنا أوكي. أنت اخترتنا النهاردة في المصري اليوم كمان مهرجان اسكندرية السينمائي في دوراته 27 دورة الشعارات الزائفة. وفي عندك الشروق دورة النسيان. الشروق الفوضى تفسد ختام مهرجان الاسكندرية السينمائي. و وفي هنا دورة النسيان، يعني في كذا كذا حاجة. ده كل النهاردة. الغريبة بقى في التغطية فيما يتعلق بمهرجان الاسكندرية. أوكي. ممكن قبل ما نتكلم ناخد فاصل ونرجع نكمل على مهرجان اسكندرية. نروح لفاصل ونرجع بعد كده نتكلم مع او نكمل حوارنا عن مهرجان الاسكندرية. بنرجع لحضراتكم تاني ومن اهم المواضيع اللي اخترها لنا النهارده الاستاذ طارق شناوي مهرجان اسكندريه السينمائي في دورته 27 دوره الشعارات الزائفه. ده كانت في جريده مصر اليوم وقلنا قبل كده في جريده التاني اللي انت الشروق كاتبه الفوضى تفسد ختام مهرجان اسكندريه السينمائي. وانت شاهد عيان للمهرجان فتقدر تقول لي ايه اللي حصل؟ بصي هو من اول ما بدا المهرجان وهناك في اغلب ما كتب في الصحافه حاله ترحيب مطلقه لمجرد ان احنا ان نقيم نشاط ثقافي في وقت اطفئت فيه الانوار. انا كان رايي وقلت ده من الاول انه لا يكفي ان نقيم نشاط، المهم ان نقيم ان يكون للنشاط ده قيمه ويكون منظم. الحقيقه انه من الاول لم اشعر ان انا في مهرجان، يعني كان في مشكله متعلقه انه هذا ليس مهرجان يعني افلام. طب الافلام اللي هي في المسابقه الرسميه نصها كان دي في دي، ما كانش اشرطه سينمائيه، الندوات. عناوين عظيمه بالمناسبه، كل العناوين بتاعت مهرجان اسكندريه هتتعمل في ابو ظبي، بس هيتعمل تحت العنوان شيء مهم، يعني عندك مقاويه نجيب محفوظ معموله في ابو ظبي. المقاويه برغم ان في تايتل لها ما اتعملتش. في كان تكريم كان ما اتعملش كمان. لا سيبك من التكريمات، يعني دي مساله حتى مش دي هي. وكان في ندوه لوزير الاعلام. الوزير الاعلام اعتذر وكان من صالحه، لان لو كان جه كان طبعا كل فساد مزبيره كان هيواجه بيه، كان يبقى. فهو اظن انه ما جاش لاسبابه الخاصه. لكن الاهم من ده ان انت لم تقم يعني ندوات. قلت ندوه نجيب محفوظ ما اتعملتش. برغم ما قلت نجيب محفوظ تهمنا احنا كمصريين، بعد يومين هتلاقيها في ابو ظبي. اثنين، عندك الثورات العربيه والسينما اتعملت ندوه بس هزيله جدا، هتلاقي في ندوه موثقه. ليه لما هم ما كانوش جاهزين؟ وده اللي انا قلت لك فاكر الاربع اللي فات قلت لك دايما مهرجان اسكندريه بيسبني يعني بيحبطني. ليه لما هم ما كانوش جاهزين عملوه؟ اعلنوا ان هم هيعملوا. هو كان مجرد فكره ان احنا نعمل، ما هو ده كان رهان. لا وبعدين يعني نعمل حاجه من غير سبب. لكن اللي عايز اقوله ان الاخطاء اللي بحكي لك عنها دي اخطاء ما لهاش علاقه لا بالفلوس ولا بالوقت، لها علاقه بالتنظيم. انك انت من الاول هتعمل ندوه عن السينما والثوره تبقى تعملها صح، هتعمل ندوه عن نجيب محفوظ ترتب لها صح، ترتب ما وانت نجيب محفوظ ما يبقاش الندوات دي هتتعمل في ابو ظبي بعد يومين ثلاثه وتبقى مظبطه واحنا نبقى خارج. طب انا عايز اسالك على حاجات في المهرجان يعني فيها كلام كتير. ايه موضوع التيشيرتات؟ يعني في موضوع التيشيرتات اللي هو لا للمحاكمات العسكر، كان خالد يوسف المخرج بتاعنا. بصي من الاول لبسوها وطلعوا ده اهم ما في المهرجان، يعني اهم حاجه مطبوع عليها صوره فادي السعيد. بصي المهرجان خد يعني الجزء اللي هيتبقى من مهرجان اسكندريه مش هتفتكري حاجه متعلقه بالافلام ولا الندوات لانه كانت كلها اشياء هزيله. هتفتكري فقط ان كان هناك تظاهره سياسيه، كان ينبغي ان تكون هناك تظاهره فنيه لها مذاق سياسي، يعني طعم سياسي. انما هنا مفيش ثقافه، في فقط سياسي. من اللحظه الاولى كان خالد يوسف
طالب بالإفراج عن فادي السعيد في الافتتاح. بعد كده في الختام ارتدى أغلب الموجودين تيشيرت عليه صورة فادي السعيد. التعبير السياسي بالمناسبة في المهرجان السينمائي أنا بعتبره شيء إيجابي. ومثلا في مهرجان كان الإفراج كانوا بيطلعوا على المسرح ويطالبوا بالإفراج عن جعفر بناهي وعن محمد رسالوف، دول مخرجين في إيران وكانوا بيطالب بيهم في كان في فرنسا. فالعايز أقول أنه التوجه السياسي ده بالعكس ده شيء عظيم، لكن كان ينبغي أن يكون هناك مهرجان وبعدين هذا المهرجان له غطاء سياسي، فلم نرى سوى الغطاء. طيب من ضمن المهرجان كمان كان في إشاعة جامدة جدا بتقول إن خالد صالح هياخد جائزة أحسن ممثل عن دوره كف القمر. كف القمر ما طلعش ولا جائزة، مع إنه كنت حاطين أو كان كل الإشاعة بيقول إن في ثلاث جوائز لازم كان هياخدهم، ما خدش ولا جائزة ليه؟ لا بصي هو ليه طبعا ده يقيل لجنة التحكيم، لأن لجنة التحكيم بتنظر في الأفلام المعروضة. طب بلاش ليه؟ هل ده كان طبيعي؟ كان طبيعي بالنسبة للجنة، بس هو المشكلة إن طلعت إشاعات، يعني كان طبيعي بالنسبة للجنة التحكيم. لما هو خد مثلا الجائزة الإعلانية اللي فيش غيره، يعني هو لما خد المئة ألف جنيه اللي هي جائزة مرصودة كإعلان من اتحاد إذاعة التلفزيون المصري، خدها أيضا لأنه كان الوحيد كفنان. الحاوي الحاوي طبعا الحاوي تعرض ورغم كده دوله 50 ألف، يعني خد المنتج اللي هو إبراهيم بطوط 50 ألف. وده صح؟ انا سالت قلت لهم يعني دلوقتي الفيلم ده مش هستفيد منهم، مش هستفيد بيهم لانه اتعرض، مش هيعمل تاني عرض جماهيري. فقالوا لي انه عاملين في حاجه كده غير معلنه انه ياخدها باعتبار المنتج لفيلمه القادم، يعني الخمسين ألف اعلان فلوس هيعملها في الاعلان للفيلم اللي احنا ما نعرفش ايه هو. طب انت تقييمك كطارق شناوي ناقد السينمائي عن دور خالد صالح، كان فهم ممكن يستحق جائزه في كف القمر؟ عمل دور جيد. لا عمل دور جيد، بس لو هتلاحظي انه كان ايضا في مثلا الفنان الايطالي اللي خد الجائزه مناصفه كان ايضا عمل دور جيد. طيب عايزين نتنقل تاني للشروق. عفاف راضي، اختفائي مشكله جيل باكمله تم تهميشه عن قصده. وبليغ حمدي فارس تقف فارس الوسط الغنائي كله برحيله تاثر الوسط الغنائي كله برحيله ولست انا فقط. انت اخترت لنا ليه الموضوع بتاع عفاف راضي؟ سؤالين ايه؟ لا بصي فكرة عندما يختفي فنان لأن بنشوفها كتير، بمعنى إيه؟ أنه أي فنان في الدنيا هو بيتحرك وسط مناخ مش بالضرورة يكون المناخ مرحب قوي، لأن المناخ بيتغير فيه أشياء كتيرة، منها المتلقي، منها الجمهور، تذوقه، حس ذوق عنده بتختلف. انسحاب عفاف راضي بقالها أكتر من 10 سنين وهي في حالة انزواء، ممكن تلاقيها مرة عملت غنوة ممكن، لكن في انزواء اكتر حتى من 10 سنين. انا بقول انه عندما ينزوي الفنان لا نلقي باللائمه كتير على جهاز الاعلام وكتير على عليه هو، لازم يبقى عليه هو. ليه؟ لان يجب ان تعثر على معادله تدعك في مع الناس، ودايما هناك معادله. اي فنان بينسحب بيرمي مشكلته على المناخ، على الاجهزه. طيب في ظل وجود 700 قناه فضائيه في ممكن تطلع في اي وقت في حاجة بدائل. فانا رايي في حكمه بتقول لك ايه، الياس حر والرجاء عبد. يعني انت اساسا الياس سهل، انا خلاص هنسحب او هبتعد، لكن عشان تقاوم وذكاء ايه. لو انت فاكره ورده في فتره في التسعينيات كانت الثمانينات شغاله شويه مع سيد مكاوي وبليغ، بس كان سيد واخد قسط وافر. جت التسعينيات بمفهوم جديد في التلقي، بتونس بيك و... برافو عليك، جاب صلاح الشرنوبي واديته صلاح ادالها مذاق العصر بالظبط. حاليا بتلاقي مثلا ممكن يبقى فيه وليد سعد، فكرت حتى في تامر حسني بغض النظر. بما ان احنا بنتكلم في ورده، انت كمان في الشروق في ورده تعود للغناء الوطني وتؤرخ لثوره يناير، ده برضو من المواضيع اللي انت كنت مختارها لي في الشروق نتكلم فيها. قبل ما اسالك عن الموضوع ده، انت سمعت شريط ورده الجديد؟ انا سمعته. طب وسكت لسه السكت دي والبصه دي، يعني عارف اللي هو نظام ايه؟ السؤال ده ما كانش موجود يا فندم. لا السؤال ده بره المقرر يا باشا. لا بصي يعني طبعا انا اصلي منحاز الورده، منحاز الورده لسبب، لانه لما ورده تقعد من سنه 60 لغايه النهارده، يعني ربنا يديها العمر نصف قرن، ده في حد ذاته بطوله. عشان كده كنا لسه بنتكلم على فكره الانسحاب سهل، انا خلاص انا كبرت هنسحب، او المناخ مؤكد وياما اتضربت وياما لاقت من سهام، لكن عندها
اصرار. ممكن يكون شريتها الاخير بالمناسبه انا مش لم يلاقي عندي الحب. شوف عشان انت فاهمني انا كويس قوي. انت عارف ان انا يعني انا كنت ممكن اسيبك بس يعني انت فاهمني كويس جدا وعارف ان السؤال اللي جاي هيبقى شريتها الاخير. انا ما حبيتهوش لكن في نفس الوقت انا حابب ورده. طبعا حابب لا حابب اصرارها وان في عندها عقل واعي بتفكر اعمل ايه الخطوه. ممكن تخفق ممكن يبقى النجاح اقل لكن في اصرار. ف يعني بالنسبه للموضوع اللي هو بتاع الغناء الوطني, انت عارفه الدوله قررت حاجه غريبه ان هي تعمل غناء وطني. الغناء الوطني انا بشوفه ما عادش الدوله بتعمل ده, واحد مشاعر بتفرز نفسها زي ما الناس غنت لحمزه نمره والعزيز الشافعي كل دول ده مشاعر لكن لا بأس عملوا شكلوا لجنه. اللي حصل وردة الوحيدة من الجيل من الأسماء الكبيرة هي اللي وافقت أنها تغني وتقريبا مجانا طبقا للمكتوب. أغلب المطربين اللي هم نجوم جريوا مرضيوش خافوا أو لأن الأجور قليلة. اللي بيشتغل بعد وردة اللي هم ما يعني مطربين أو مطربات ما فيش عليهم طلب يعني أو عايزين يتحط اسمهم جنب اسم وردة فيطلعوا يظهروا ومش موجودين أساسا في الخريطة. مش عيب لكن الموجودين لا الموجودين في الخريطة مش موجودين. أنا رأيي في مشكلة في المشروع, فكرة مشروع الغناء الوطني. هم قريت أنا الأسماء مش عايز أقول أسماء كتيرة يعني خليها كده مفيش فيها شيء لامع. حتى الشعراء أغلبهم قالوا حاجات كتيرة قبل كده ولا اتصور انهم يحملون جديدا. طب ما يمكن يكون الفنانين دول اللي هم النجوم حاليا طالبين ان هم يعملوا اللي انت بتقول عليه ان يبقى لو في كلمات جديده وافكار جديده كانوا وافقوا. اظن لا الفكره المشروع اللي عمله التلفزيون المصري او اللي عمله كان وزير الاعلام لان هو اللي شكل اللجنه كان تقليدي قوي, تقليد بكل عناصر. من اول ما جاب الاذاعه القدير وجدي الحكيم فانت بترجعنا للخمسينيات. اخترنا عرفت الطريقه دي. بترجعنا مش بس بترجعنا لزمن اخر. فالزمن لا ثبات للزمن, في تغيير كان ينبغي ان يكون عصريا. هو تحرك باسلوب تقليدي. فانا رايي انه مش متفائل خيرا لا بالاغاني. احنا محتاجين في الاغنيه الوطنيه يبقى في حاجه جامده كده, قنبله مش تالت جامده, حاجه حقيقيه. ما مش هتيجي بتوجيه وتعالى يا ناديه يا مصطفى وتعالى يا عفاف وتعالى مشاعر يا مصطفى دمراني وتعالى يا علان واعمل لنا. اعتقد بشكرك يا استاذ طارق. طبعا وقتنا لكن على وعد ان احنا نلتقي ان شاء الله الاسبوع الجاي بمجموعه جديده من المواضيع اللي انت تختارناها. اشكرك. بعد الفاصل هنرجع مع الشيف محمود النهارده وعامل لنا عكاوي لكل من يريد ان يعرف طريقه العكاوي بعد قليل. لكل مشاهدينا الاربع النهارده معانا الشيف محمود. هو شيف جديد في البرنامج اول مره بنلتقي بيه وقررنا ان هو يعمل لنا عكاوي النهارده. طبعا معانا الشيف محمود وحشتنا. انتوا كمان وحشتوني. عاملين ايه يا شيف محمود؟ ايه اخبارك؟ ما بنوحشكش جدا لدرجه ان انا كل يوم معاكم يعني. احنا النهارده تعبينك. النهارده احنا انت عاملين لنا النهارده طلب خاص من مفيده, وكان طبعا في صديقات البرنامج اللي بيتفرجوا علينا طالبين العكاوي. انا مفيده انا بس راجل ما في سهير جول. سهير كويس. انت قولي انا ما اقدرش اقول. انا مع فريق الاعداد وفي مبيت النيه بلغه القانون على التهام العكاوي بعد الحلقه. انا فاهمكم ليه. انا بقى كنت بكلم الاستاذ سهير فبقول لها انا عمري في حياتي ما دقت عكاوي. قالت لي خلاص نعلمك طريقه العكاوي. انت عارفه سهير يبقى هتعلم النهارده العكاوي. لازم تتعلمي طريقه العكاوي. كلنا والله كلنا كلكم لازم تتعلموا. اقول لكم المقادير, مقادير طاجن العكاوي النهارده اللي انا عامله بالبصل. بحتاج عكوه كندوز تكون متقطعه حلقات. كندوز مهم ان هي تبقى كندوز مش بتلو عشان تلاقوا فيها كده الجيلاتين واللحم بتاعها. بنحتاج كيلو بصل, فصين ثوم, عودين كرفس بلدي, معلقتين سمنه, وبذر الحبهان. انا بحتاج البذور اللي جوه قلب الحبهان يعني. بفتحها واخد منها البذور بتاعتها مع ورق لورا طبعا ده اللي سلق العكاوي, وجوزة الطيب وكمون, ملح وفلفل اسود حصى. هقول لكم حصى ليه, ومستكه كمان ده لسلق العكاوي. بطاطسايا وجزرايا بنكون مقطعينهم حلقات, وطماطمايه مكعبات, وطماطميتين شرايح للتزيين. تمام يا فندم. انا النهارده عكوة دي مفرد عكاوي صح؟ عكوة طبعا عكوة. بصي مبدئيا كده انا رحت السوق وجبت العكوة.
مبدئيا كده. وبعدين واحده هتجيبي حبه يعني؟ اجيب حبه هنحط السمنه وكمان هنحط. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ البصل. وانت مش مستعمله قوارمه صغيره؟ بصي في بيستعملوه قوارمه وفي بيستعملوه كبير ويتقطع حسب اللي موجود. يعني ما فيش قانون يقول ان احنا ما بتصعبش على نفسك. ما تصعبش على نفسك. القوارمه الصغير تمشيها كده. نمشيها الكبير. ويفضل ان هو يكون متقطع. ايوه اربع. يفضل حتى لو القوارمه يتقسم عشان يشتغل يتقسم نصين. شيف محمود خلوني اكلمكم سؤال. احنا بننظف العكوه ازاي؟ ايوه بالظبط كده. خلوني اقول لكم انا سلقت العكوه ازاي وكمان نظفناها ازاي. هي بتيجي متنظفه مسلوخه بتتقطع حلقات. مهم ان احنا يكون عندنا في بدايه الامر ميه بتغلي. لا في ناس بيحمروها. لا ما تحمروهاش. انا بقول لكم ما تحمروهاش. لو حمرتوها مش هتعرفوا هتنشف شويه. هتنشف سنه ومش هتعرفوا تتخلصوا من الزفاره بتاعتها. بالظبط كده. الاول دايما لازم ميه بتغلي سقطوها في ميه بتغلي لمده دقيقتين. طلعوها من الميه اللي بتغلي ارموا الميه دي وخدوها حطوها في ميه بتغلي تانية نظيفه تماما مثلاً. زي ما بنعمل في الارانب ممكن. طب ليه ما بتدعكهاش بملح كمان في السياق ده؟ ممكن نحط. هي اوريدي الملح عموما كماده خشنه بندعك بيها الحاجات اللي محتاجين ان هي تطلع الريش او الشعر اللي فيها. فممكن الملح ندعك بيه الطيور. يعني الطيور اوقات البطايه بيبقى فيها بعض من الريش وبعض من الشعر. الشعر ده بنطلعه ازاي؟ بنحتاج الماده الخشنه ديت اللي هي الملح. مجرد ان احنا بنفركه على طبقه الجلد. انما مش محتاجين نعمل ده في العكاوي. لا انا بعملها بالماء. مش محتاجين نعمل ده في العكاوي بالملح والخل. لا مش محتاجين نعمل ده في العكاوي. احنا محتاجين نحط نقطه خل في الميه اللي بتغلي تدي طعم حلو للعكاوي. مستكه حبهان ورق لورا بذور الحبهان زي ما بقول لكم. وزي ما احنا بنعمل كده اوكي. انا عمال بساعدك هو من الصبح. البصل مجرد ان هو وهو بيتشوح بنحط عليه عودين الكرفس. افرنجي ولا بلدي؟ بلدي. بلدي مهم جدا ان هو يبقى بلدي. وفي ناس بتحط زعتر على طاجن العكاوي. ما افضلش تحطوا زعتر. حطوا عودين كرفس وفي الوقت ده هتعرفوا قد ايه الموضوع مختلف. كمان في فصين توم. مجرد ان فص التوم يبقى مهروس بس كده متفكفك يعني مع شويه البذور بتاعت الحبهان. تمام. والمبشره العجيبه بتاعتك فين؟ بتاعت الطيب. استنى اهو بقى لنا كتير ما بنعملش. ايوه و انا هعمل لك على طول. انت لسه يا محمود هتلبس ال ده ظهرها مفيده ولا ايوه؟ تقول لي خلاص الستات ما بيعرفوش يطبخوا. لا ابشري كمان تاني كتير. ابشري. البصل ده بيحتاج وقت على النار. اكتر كده كفايه. كفايه. انت هتبقى عايزه ايه؟ صفار ولا يبقى غامق؟ انا ببقى عايزه يدبل. يدبل تماما ويخرج العصاره اللي جوه البصل. علامة مفيدة تقلب البصل كويس. والشوربة بتاعت العكاوي مهمة قوي ان احنا نستعملها. احنا محتاجين مادة سائلة جوه الطاجن ده لما ندخله الفرن او جوه الفايركس لما ندخله الفرن. فالشوربة تبقى يعني انت فيها سلقت العكاوي وجنبت الشوربة المرقة على جنب لان المرقة دي فيها الجيلاتين اللي موجود جوه العكاوي زي شوربة الكوارع كده بالظبط. هنخلي ده مفيدة. حلقات البطاطس والجزر نرصها في البايركس. حاضر. العكاوي ده العكاوي دي واضح انها اكله مصريه صميمه. هو العكاوي ده الديل بتاع الذبيحه. ايوه اكله مصريه يحبوها ومزاج وكيف يعني مع الباميه. بالظبط كده مع مش عارف ايه. خدوا بالكم بيؤمنوا بيها برضه. خدوا بالكم في جبنه. الحسد لا لا خدوا بالكم في معلومه بس عايز اقولها اللي هي في جبنه بتتباع في السوبر ماركت الحلوم والعكاوي. الجبنه العكاوي دي اسمها سميت عكاوي نسبا لان هي كانت بتصنع في عكا فاسمها عكاوي. اوكي. فما تخافوش من الاسم اللي في ناس كتير بيختلط عليها الموضوع. يعني ايه جبنه عكاوي؟ مش فاهمين. فجبنه عكاوي انا ماشي صح نسبا لعكا. صح طبعا. أيوة صح صح. مجرد ان البصل بيدبل كده خلوني اقول لكم مقادير البتنجان اللي انا عامله بالخل والثوم النهارده علشان في الوقت اللي هو بيستوي فيه على ما البصل يدبل. هنقلي البتنجان والفلفل. انا خلصت الفايركس كده. هتقلبي هنا شويه. اقلب هنا عقبال ما تقول لنا انت مقادير البتنجان. البتنجان مقادير البتنجان سهله قوي النهارده. بتنجان مقلي بالثوم والليمون. سواء الفكره كلها طريقته مختلفه شويه. احنا ما بنحشيهوش. بنحتاج حوالي نص كيلو بتنجان ابيض او اسمر وفلفل اخضر حار 4-5 قرون 3 ليمونات يكونوا معصورين 3 فصوص ثوم معلقه خل ابيض
ملح وكمون وشطة حسب الرغبة ومعلقتين فقط لغير شطة تاني زيت. فوق الفلفل الحراق اللي حابب حسب الرغبة. لا تبقى يعني في هنا رغبة غير موافقة. أوكي خلوني أوريكو المعلقتين الزيت. أنا ما بكترش زيت. طب افتح النار على جنب عشان يوم اللخبطة اللي هو ما فيش زي امال دي بتغلي على ايه بقى كده فاضي على فاضي ومنين بالظبط كده. ده بيقول لك بتنجان وفلفل وشطه ومفيده شغاله بتقلب مجرد ان احنا حطينا يوم الاربعاء ما فيش دايت عند حد عايزين رغيفين بقى مجرد ان احنا حطينا معلقتين بالزيت الخفاف كده حبات البتنجان طبعا بتاعتنا. في ناس ممكن يعملوا البتنجان ده اسود لكل اللي عايزين هو قال ابيض خليها بقى كده ها انت حاطه صحيح سليم مجرد ان هو مشقوق شق صغير كده و الفلفل شويه معين. من الفلفل الاخضر شوف محمود انا ده وخلي دول للخلطه طب عشان مفيده ليها وجعتها والبصل دبل فعلا هنحط له والله عملته بقى خلاص ستات ما بيعرفوش يقلبوا شويه ملح شايف يعني احنا عاملين لها النهارده عزومه وهي بتتريق عليها انا ما باكلش العكاوي شويه فلفل هتاكليها ان شاء الله هاتي العكاوي يا مفيده حاضر يا فندم قطعه قطعه كده حاضر نرميهم هنا كده ايه اساعدك انا ما سمعت سوير بتقولي ايه بس كده واحنا مش سامعين بتقولي ايه يا سوير شايفه البصلايه دي البصلايه اللي احنا سلقنا بيها اه بتقول لك سلامتك على ايديك العكاوي سلقنا فيها العكاوي ممكن نحطها مع طاجن البصل وطماطمايه تكون متقطعه دي بتدي لون وردي حلو في الاكله وقلبي شويه بقى يا مفيدة خلاص احنا مش هنحط حاجه تانية؟ لا قلبي بالراحه يا مفيده قلبي شويه ايوه بس واحده واحده كده في ناس كانوا طالبين منك هديل بتقول لك عايزه عكاوي بلسان العصفور طاجن عكاوي كل اللي احنا عملناه ده هدير ممكن تحط عليه مع لسان عصفور اكيد كل لا كل اللي احنا عملناه ده يا هدير الطريقه الاولانيه ان احنا نسلق العكاوي ونفصل العكاوي عن الشوربه بتاعتها في الاخر بناخد حله ونحمص فيها شويه من لسان العصفور شويه محترمين وبعدين نحط العكاوي والشوربه والشوربه بس ما تنسيش جوز الطيب والحبهان وبعدين تقوم على البان فايركس ومدخلها الفرن كله مع بعض وبالهنا والشفا لسان العصفور لما يشرب الشوربه هيبدا ينفش و طب انا بقترح ان ده يتاكل جنبيه سلطه خضراء بالبصل سلطه بلدي خضراء بالبصل سلطه بلدي العكاوي ولسان عصفور سلطه بلدي بتنجان بالخل والثوم رز ابيض عيش بلدي زبادي عشان اللي عايز ياكل ياكل زي ما هو عايز انا بحب اكلها بالرز ولسان عصفور بالعكاوي دي وجبه متكامله يبقى جنبيها طبق سلطه خضراء بلدي بالبصل والشطه ويبقى بالهنا والشفا محمود انا ايه الاخبار تاني النهارده ولا حاجه في حاجه حلوه يا شيخ محمود ده كده تمام جدا الايه في مقادير تاني هتقول لا 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 هم الاكلتين دول كده حلو كده حلو بصوا بقى الشوربه تمام كده عشان انا عايزه اقول لك على الفيسبوك برضو سوسن بتقول مساء الفل على الجميع بعد اذن الشيف محمود والمساعد النشيط مفيده عايزه طريقه عمل البازليكا لو سمحت راسل غادة عليها قالت لها هو انا فهمت عكاوي لما هتقولي والله يا غادة والله انتوا الاثنين انا اللي هنا طيب انتوا كده فهمتوا يعني ايه عكاوي اقول لكم سريعا يعني ايه مزاليكا مزاليكا دي طبق جريجي شويه والاسم الكبد كبد واوانس بتكون مسلوقه وبتتقطع مكعبات وتتعمل ببصل وثوم وفلفل حامي وتتقلب وطماطم وده كله بيتسبك مع بعض المزاليكا دي اكله مصري بياكلها مع الرز الابيض لا يوناني مش مصري لا بس هي في النهايه اتمصرت احنا بقينا يعني احنا خدنا الاكل اليوناني قلنا عليه مصري مدام اميره خدنا الاكل التركي قلنا عليه مصري طبعا. بس في الاخر لازم ندي كل واحد حقه ما نعرفش المزاليكا اكله يوناني احنا كشري بساره انا المزاليكا بتاعت ماما حلوه بساره دي بساره بتاعتها المزاليكا دي بتبقى حلوه قوي بس انا ما بحطش عليها لا قوانص يعني لا كلاوي ولا قلب بحط كبد كبد وقوانص خليها كبد وقوانص كبد كبد وماما بتحط له بتقطع معاها حته لحمه صغيره يعني مع مع الكبده وثوم وفلفل حامي بقى وبصل ومكعبات فلفل اخضر يعني ده اللي انا والهنا والشفا برضه فهمته دلوقتي وانا باكل نبشر شويه يتالق من جوز الطيب الطازج ونجيب البايركس هنا اتفضل ونبدا عليه على فكره مش مديله لا 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 نطلع انت بتحبنا مش كده ما بتضايقش من كلامنا صح خالص. لا واخد علينا خلاص لا 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 لا, لا. ومن غير ما انا اقدر اصل الستات ما بيعرفوش لا 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 خالص اصل احنا عارفين احنا رغيين جدا يعني انا انت يعني عارفه في المطبخ احنا بنحبك انت عارفه احنا في المطبخ امال في المطبخ هنونس روحنا بايه تاخدوا القطعه دي كده يغني. طب حاجه ليها علاقه بالموضوع بتحبي تقفي مع طبعا المطبخ الراديو لازم ريهام بتقول لك البتنجان ممكن يتسلق اخف من القلب بص اقول لك على حاجه انا ما
استعملتش غير معلقتين زيت فقط لا غير. على ده كله ممكن يبقوا معلقه كمان، مجرد ان الطاسه التيفال اتدهنت بنقطه زيت. انا هوريكي بقى التتبيله دي ريحتها وطعمها. ممكن عشان احنا الوقت احط ممكن ريحتها وطعمها بيبقوا زي طبعا. يا ريهام بتقول يا ريهام البتنجان لما بيتقلي بيبقى خفيف بس ما يديش نفس اقول لك لا 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 بتاعه القلي دي. اقول لك ايه البتنجان اللي ممكن يتسلق ويبقى حلو؟ البتنجان الرومي الصغير. ده لما يتسلق بقى وتتعمل له التتبيله اللي انا هعملها دلوقتي ده بيبقى رائع. تهرسه ولا بتقطعه ترانشات؟ لا بيفضل زي ما هو سليم كدا. يتفتح اربع اتجاهات كده ويشرب. ده صغير قوي بقى ويشرب من التتبيله. ده صغير قوي. تلحق تعمل لنا بقى الايه اللي بتاع وانا ايه همشي تحت قياد الريحه يا جماعه روعه والالوان يعني الحاله عايزه تتقلب يعني كامله كده. حسبي يا مفيد عايزه تتقلب عشان كل السميات. وعايز اقول لكم على حاجه كل الايه لا مالكش دعوه قول لهم كلمه السر طبعا عشان يعرفوا يعني الاكل لما بيبقى ليه بهريز قوي كده دي حاجه طبعا. سؤال تاني عشان النفس المصري بتاع احلى اكل في الدنيا. دينا النجار بتقول لك مساء الخير، ممكن تسالي الشيف ينفع اللازانيا من غير بشاميل؟ لا 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 اطلاقا. يعني انت كده بتقولي ينفع ملوخيه من غير دقه ثوم وكزبره؟ ما ينفعش. وشهقه طبعا وشهقه لازم بس لو بتدوق على الوش. وعايزه اوريكم هنا ممكن قفلت انا قفلت كل حاجه فاضل بس البتنجان. الله اوكي انت بتحبي الركن اليمين اللي اهل اليمين للاسف طاجن العكاوي. بصوا وزيعة. هنا بقى بصوا هنا انا عايزه اوريكم حاجه وانتهى هذا الطبق كده. شفت محمود؟ ايوه هو اساعدك. لا خليك اوكي. انت بتدخله الفرن؟ بندخله الفرن بيقعد اكتر من ساعه في الفرن يشرب وينزل ميه البصل والعكاوي تبدا تستوي تاني. بنحط هنا الثوم ونحط رشه كمون والفلفل الاخضر وشويه خليه هنا كده وشويه ملح. بصوا هنا كده وشويه الملح دول وشويه شطه حسب ما احنا عايزين ونضرب دول. لما نضرب دول بتكسرها بس اظن مش بتنعمها مجرد ان هم يتكسروا خلطه صغنونه كده نحط معلقه الخل الابيض هيتعجنوا بقى خلاص وعصير الليمونتين هيلفوا على بعض تمام خلاص. اوكي انا هحضر الاطباق بقى. حضري اطباق ولما يضربوا العكاوي دي فيها جزر ولا ما فيهاش جزر؟ فيها جزر. اوكي بيسخنوا علشان بصوا الخلطه ابتدت هنا الخلطه اللي انا بعملها دي ابتدت تنسجم تماما مع بعض. ناخدها على البتنجان مش مهم على البتنجان مجرد ان احنا نحطهم كده ونشيلها من على النار. انه يوم عظيم انه يوم عظيم كده نشيلها من على النار. انصر دينك يا شيف محمود عايزين رغيفين عيش بقى. طبق كبير حاضر يا شيف محمود من عينيا الاثنين. يا سلام شم ريحه الخل شم بقى خلاص اتفضل اتفضل يا شيف محمود. اوكي ونحط البتنجان كده ونقدمه جنب طاجن العكاوي. الله اللي الله طلع لنا الجزر بقى يا شيف محمود. بص شكل طاجن العكاوي. طب يلا يا شيف وقتنا يا شيف محمود وطلع لنا الرز معاك. وده بيتاكل بعيش ولا برز؟ ممكن بقى تقدمي جنبه طبعا. ده بصي كميه الفلفل اللي فيه وده طاجن وده طاجن الجزر. الطاجن ابداي قدمي بقى مفيده. انا عايز اقول لكم على حاجه لو اتبقى عندكم شوربه ممكن الرز يا شيف محمود من باقي الشوربه. انا عايز اقول المعلومه دي مهم. باقي الشوربه حلو قوي ان انتوا تعملوا منه الرز. ده يبقى ده انا عملته تبقى وجبه متكامله عكاويه الملامح. الموضوع بسيط قوي ان احنا مجرد ان احنا بنغلي الشوربه كويس وندوقها هنشوف اذا كانت محتاجه ملح رز يا جماعه. مفيده بقت تعمل الطبق ازاي؟ اتعلمت فاكره يوم ما رسمت لنا قلوب بالشوكولاته ده انا ابتديت اقلق منها. كده شيف محمود اللي هيقلق. انا باس. خدي بتنجانه والله ما حدش هيزعل ابدا يعني زي ما انت عايزه. باس انا حطيت يا شيف. اوكي باس او مش باس زي ما انت عايزه. ايه المنطار شدوني؟ لا 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 مش قادره. طب احنا تتع على الهوا حد بقى فيكم حد فيكم حي الجمهور. ايه رايك شيف محمود؟ طيب احنا دلوقتي خلصنا حلقتنا النهارده والشيف محمود عمل لنا طاجن عكاوي وبتنجان مقلي بالدقه الخاصه وبيتقدم مع رز وبالهنا والشفاء. وهابي ويكند وان شاء الله نشوفكم يوم السبت يوم سعيد. قفلي يا منى الحلقه. واحسنتي يا مفيده تسلم ايديكي وشكرا لحضراتكم وعلى وعد ان شاء الله سبت جديد واسبوع جميل جديد وضيوف احسن كل مره احسن واحسن. وستات ما بيعرفوش يكذبوا ابدا ابدا خالص والله ما تلخبطيش. السلام عليكم.